والسلام على رسول الله. نبدأ بإذن الله تعالى شرح أبواب كتاب التوحيد. قبل أن نبدأ بشرح هذا الكتاب، يعني عندنا أسئلة، منها لماذا ندرس التوحيد؟ لأن البعض يقول لماذا يعني كانت هذه الليلة في التوحيد، لماذا لا ندرس مثلا الفقه، المصطلح، الحديث، كذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لنوحده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدوا. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، السبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير حسنات، تكثير السيئات. نحن بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. وقد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ تقول نعم أنا موحد. يقول ما هو التوحيد؟ تقول لا أدري. لا يمكن. هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله، أنا لست مشرك، أنا موحد. تقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك إذا كنت لا تعرف الشرك؟ يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. إذن أهم وأوجب الواجبات هو التوحيد، وأعظم المحرمات عقوق الوالدين. لا، أعظم المحرمات الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الكتاب نستطيع أن نلخص الكتاب هذا حتى يضبط ويحفظ إلى 10 أقسام. مقدمة. يا أخي الله يرضى عنك لا تكتب، بعدك بعد الدرس تعال بعطيك مذكرة مكتوب فيها كل شيء. القسم الأول مقدمة، 5 أبواب، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وسبب كفر بني آدم، ودحف حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، والخاتم. 10 أقسام نمر عليها بإذن الله تعالى. إذن حتى يضبط الكتاب، العلماء يقول رحمهم الله، يقول العلم ما هو؟ العلم جمع وتفريق والسبر والتقسيم. يقول هذا العلم. إذا أردت أن تحكم على عالم من العلماء أنه ضابط، كيف تعرف الضبط؟ يقول أنه ينظر في الأدلة، يجمع الأدلة ثم يقسم. يقول نظرت في الأدلة وجدنا أن أنواع التوحيد 3، نظرنا في الكلام وجدنا الكلام اسم وفعل وحرف، سبر وتقسيم. يستطيع يجمع ثم يقسم. وجمع وتفريق، يعني عندنا يقول لا يفرق بين كوعي وبوعي، صحيح؟ فهذا ما يفرق بين كوعي وبوعي، لا يعرف الفرق بين الشرط والواجب. بعض الناس تسأله ما هو الفرق بين الشرط والواجب؟ قال لا أدري. إذا هذا ليس بعالم، لازم يفرق بين الكوع، تفرق، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، ورزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من الغلط. أنا أعرف الحمد لله كوع من بوع. تمام. إذن أخواننا لابد أن تعرف أولا محتوى الكتاب. أي كتاب تقتني، أهدى الآن لك بعض الأشخاص كتابا ما، إيش تصنع؟ أقل شيء إذا لم تقرأ الكتاب بأكمله، أقل شيء تقرأ المقدمة والفارس حتى تعرف محتوى الكتاب، الغرض من التأليف، سبب التأليف. فهذا الكتاب نستطيع أن نفهرس، نقسم هذا الكتاب إلى كم قسم؟ 10 أقسام. لا، واحد يكلمني اللي أوجه له السؤال. 10. مقدمة، تفسير التوحيد، الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحض حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهي اللفظية، الفاظ الشركية وبعض الشركيات، وخاتمة الكتاب. الأبواب عندنا 67 باب. الباب الأول هو لم يبوذ رحمه الله لهذا الباب. لماذا؟ هذا المؤلف رحمه الله سار على طريقة الأئمة. البخاري رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه. لماذا؟ لأنه أراد أن يعلق الناس بماذا؟ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب، كتاب التوحيد، قطعة من البخاري. هذا بخاري هذا الزمان، محمد عبد الوهاب رحمه الله. فلم يذكر مقدمة اقتداء بالبخاري، واحد.
لم يذكر مقدمة وجد في بعض النسخ البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سقطت من بعض النسخ، لم يوجد مقدمة. لا داعي أنك أذكر لك مقدمة، هو قال كتاب التوحيد، حتى البليد يفهم ماذا يريد أن يقول لك هنا. صحيح؟ الأبواب الأولى الخمسة تكفي أن تقوم مقدمة لهذا الكتاب. إذن لماذا لم يذكر مقدمة؟ ذكرنا هذا إخواننا باختصار. سبب العداوة للوهابية لمحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبب العداوة والله سبب واحد، ما هو؟ التوحيد. كل من أراد أن يعلق الناس بالله سبحانه وتعالى يقال عنه وهابي. إذن سبب العداوة لو تبحث والله تجد أن السبب هو التوحيد. أراد رحمه الله أن يعلق الناس الخلق بالخالق وهم أبو هذا. فكل من يحارب التوحيد أو يصد الناس عن تعليمه كما صنع كفار مكة يصنع هؤلاء، ويقول عنا وهابية وكذا وكذا. لا أحد يقول عن نفسه أنه وهابي، لكن ها دعوة هذا الرجل، كتب مؤلفات هذا الرجل تجد أن فيها لم يتكلم بكلمة واحدة، وهذا الذي تميزت به كتب محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب خاصة لا يوجد فيه إلا قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. حتى في التبويب أحيانا يبوب كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، آية حديث أقوال السلف الصالح. نعم، إذن إحنا الآن نبدأ بالباب الأول. نريد أن نسمي الباب الأول باب وجوب التوحيد، باب وجوب التوحيد. أننا الآن لو تجمع الأدلة في هذا الباب تجدها تجتمع في ماذا؟ في وجوب التوحيد، أن التوحيد أوجب الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم يا شيخ تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم في بعض النسخ قلنا فيه البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض النسخ كتاب التوحيد وقول الله تعالى، داخل في الموضوع مباشرة. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن هذا معنى أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا التوحيد، قال كتاب التوحيد. إذن عندنا عمارة، العمارة هي الكتاب، خلاص. الآن العمارة هذا فيها طوابق، كم طابق عندنا هنا؟ 67 طابق، هي الأبواب، خلاص. أبواب كل باب لشقة اعتبره أنت الآن، وهذه العمارة بأكملها كتاب. إذن كتاب التوحيد، والآن سيبدأ بإذن الله تعالى في الباب الأول. الباب الأول اصطلحنا أن نسميه باب وجوب التوحيد، لأن أوجب الواجبات وأول الواجبات، وخلقنا من أجله، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا بدأ بهذا الباب؟ أراد أن يبين لك وجوب التوحيد. فإذا عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء بالباب الثاني فقال، قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لماذا جاء بباب فضل التوحيد حتى تشتاق؟ لأن مشكلة عندنا، لو كانت هذه الليلة في كتاب النكاح كان شوف يضحك. لا يا إخوان، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا يمكن أنك لا تفرح بدرس التوحيد. ولهذا وصل البعض إلى مرحلة أنه لا يريد أسمع عن التوحيد شيئا. مصيبة هذه. حياة القلوب هي التوحيد. الإشكال عندنا في العمل، في التطبيق، وإلا لا ينقصنا علم والله، لكن ينقصنا عمل. هنا لا يمكن أن يكون القلب قلب سليم إلا ولا يوجد فيه إلا الله.
فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فجاء بهذا الباب حتى تشتاق، لأن هناك من ينفر عن التوحيد وتعليم التوحيد وتعليم. قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا لا يعني أن التوحيد ليس بواجب. قال انتبه، لماذا؟ لأنه ذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل يدل هذا الحديث أن صيام رمضان ليس بواجب؟ لا، وركن من أركان الإسلام. فذكر فضل الشيء لا يعني أن الشيء ليس بواجب. إذا لماذا جاء بفضل التوحيد؟ حتى تشتاق. عرفت وجوب التوحيد وتشوقت إليه، الآن إيش بقي؟ بقي أن يبين لك التوحيد حتى تحقق التوحيد، حتى تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك والبدع والمعاصي. فقال مباشرة، قال رحمه الله مباشرة، باب من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد. إذن أراد منك الآن أن تحقق التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه. تحقق التوحيد، تصفي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر أصغر، ومن البدع، ومن المعاصي. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا بأسنان، انتبه. فيقول لابد من تحقيق التوحيد، ليس باللسان، لابد من قول وعمل واعتقاد. كيف نحقق التوحيد يا إمام؟ قال تحقق التوحيد بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتداء بسادات الأولياء الصحابة رضوان الله عليهم. تحقق التوحيد، تبقى على التوحيد حتى ولو كنت وحدك، والنبي وليس معه أحد لم يترك التوحيد. قال تبقى تثبت على التوحيد ولا تقترب بكثرة الهالكين. تحقق التوحيد بأن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، صدق اعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب المشروعة. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لماذا؟ على ربهم لا على غيره يتوكلون. هذا تحقيق التوحيد. إذا كيف نحقق التوحيد؟ نخلص التوحيد شرك بدع معاصي. لابد تحقيق التوحيد قول عمل اعتقاد. ولهذا الإشكال قلنا أكثر الإشكال في العمل. نعم. بعد هذا الآن وجب عليك التوحيد، تشوقت إليه، ثم لابد من تحقيقه. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، فمن تحقيق التوحيد الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، من تحقيق التوحيد الرقية، الذبح، كذا. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق. إذا من هنا لنهاية الكتاب تحقيق للتوحيد. نعم. فقال بعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد، أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. كيف نخاف من الشرك؟ تخاف من الشرك بتعلم التوحيد، تخاف من الشرك بتعلم الشرك. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تخاف من الشرك بالدعاء. البعض لم يطرأ يوما من الأيام على باله أن يدعو بدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يدعو بهذا الدعاء؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الله، إمام أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، حقق التوحيد، ومع هذا يخاف. وأنت من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على من؟ على صحابته رضي الله عنهم. قال أخوف ما خاف عليكم. إذن أنت من باب أولى. ولهذا قال باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، لابد نخاف من الشرك. أيضا نخاف من الشرك بالبعد عن الكفار، تبتعد عنهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لي واجنبني، يعني يا رب اجعلهم في جانب، أنا في جانب آخر. إمام أهل السنة من هو؟ أحمد رحمه الله. أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله، يقول لا أريد أن أرى. كيف إخواننا؟ وأنا أرى اليوم في بعض المقاطع يقول كأس العالم، ونريد نشترك في القنوات، ننظر مباريات،
وشجع الفريق الفلاني، وعندما سجل بعض الكفار هدف قال ينصر دينه. والله قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. عدو لمن؟ لله. في فرق بين التعامل الدعوة، وفي فرق بين الإعجاب بهم وأنت تسمع من يعجب بهم وقال ليت الكويت تبع لفلان، وليت أنا كذا، وليت أنا أوروبيين، وليش ما عندنا تقدم، وليش ما عندنا كذا. سبحان الله عجيب. وين التوحيد؟ التوحيد فقط باللسان؟ لا. إذن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك. وبعد هذا الآن تعلمت وعملت، ماذا تصنع؟ قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد تدعو للتوحيد. الآن عندنا شبة النار في الخارج صح؟ رأيت يا شيخ من داخل؟ نعم. شبة النار، هذا الولد الصغير يمشي ويكاد يسقط في هذه الحفرة في شبة النار، وهذا يرى هذول المجموعة هذول يرى هذا الصغير، يحذره ويتركه. لو تركه يضمنه؟ أنت ترى أمامك يوشك الوقوع، تقول انتبه أو تتركه. وإذا ما قلت له انتبه وسقط تضمن، السلطان يضمنك. تأثم تأثم. هذا في ماذا؟ في نار الدنيا، حفرة من حفر الدنيا. كيف وأنت ترى الآن الكفار أوشكوا الوقوع في حفر النيران، تنبههم أو لا؟ إذن لماذا لا ننبههم؟ لماذا يا أخوانا لا ندعو للتوحيد؟ هل تشك في التوحيد؟ الذي يشك في التوحيد كافر كفر أكبر. إذا ما تشك في التوحيد لماذا لا ندعو للتوحيد؟ لا أدري. لماذا لا نعلم الناس التوحيد؟ الفتوى لها كبار العلماء، لا تفتي كما يقول عندنا بعض الشباب، يقول لا تفلسف. لكن شيء لا تشك فيه 1%، لماذا لا تدعو إليه؟ لماذا؟ موحد؟ لابد تدعو للتوحيد. ماذا قال الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا كنت حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا تشك فيه طرفة عين هذا تدعو إليه. تفتي؟ لا. تشك 1%؟ أسكت لا تتكلم. إذا إخواننا لماذا لا ندعو للتوحيد؟ يقول لك هنا إذا كنت حقا محقق للتوحيد لابد تدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجب عليك، تشوقت إليه، لابد من تحقيقه ومن تحقيق الخوف من ضده ومن تحقيق الدعوة إليه. إخواننا إذا ما دعينا للتوحيد من يدعو للتوحيد؟ وإذا لم تبدأ هؤلاء بالدعوة للتوحيد بدأوك هم بالدعوة للشرك. نعم. انتهى الآن من القسم الأول، أبواب 5 مقدمة، لم نبدأ الآن في الكتاب. الآن أراد أن يبين لك ما هذا التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. ما هو؟ قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال أريد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب أفسر أبين أوضح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولابد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ من هنا توحيد. لكن المؤلف رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء. ما هو العلم؟ تقول ضد الجهل. ما هو التوحيد؟ قال أريد أن أبين لك الشرك. شرك أكبر 4 أقسام: شرك في الدعاء، شرك في الطاعة، شرك في المحبة، شرك في النية والإرادة والقصد ولا غبار. فسر التوحيد بضد. إذن التوحيد دعاء، عبادة، مسألة، طاعة لله، محبة تحب الله ولا تحب أحد مع الله، نية ما تنوي العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وإرادة وقصد. فسر التوحيد بضد، وضدها تتبين الأشياء. إذن هذا من تفسير التوحيد أن الدعاء لله والطاعة والمحبة والنية والإرادة والقصد. قال
قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أراد أن يقول لك أن من تفسير التوحيد من الشرك أكبر وأصغر في تفصيل. هو يقول من الشرك يعني بعض الشرك ليس كل الشرك، منه أكبر ومنه أصغر، لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. بعض الناس هدانا الله إياهم، إخواننا نحن الآن تعلمنا التوحيد، نبغى نطبق التوحيد، نريد نطبق التوحيد على واقعنا. تمشي الآن وترى بعض البيوت وبعض السيارات وبعض الأولاد ماذا عليها؟ قال رأس، رأس ثوم، رأس أسد، حوت، سمك عند باب البيت، أو حافل، أو النعل القديمة، أو إطارات السيارات، أو نعل قديمة، أو خرق على السيارات التريلات تشوفها خرق سوداء، وبعض الكتابات عين الحسود لا تسود يا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني. يا أخي اتق الله، لماذا تضع؟ ماذا قال المؤلف؟ قال من الشرك لبس الحلقة والخيط وأعضاء النسور وكذا وكذا، والكف موجود أحيانا لرفع البلاء قبل نزوله أو دفعه. هذا شرك أصغر إذا تعتقد أنها سبب، وإذا تعتقد أنها مؤثرة بذات هذا الشرك أكبر. إذا لابد نطبق هذا الآن، تعلمنا نطبق. خرسة زرقاء عين كف، وعندنا بعض أخواننا قال امسك الخشب، ايش امسك الخشب صح؟ لا، ما يمكن، لا تمسك خشب ولا تمسك غيره، تمسك بحبل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد ولديه بيت حجرات صح، ولديه دواء، وضع شيء من هذا؟ لا. حتى بنضع اليوم على السيارات، اشترى هذا مرسيدس 2019 الله يبارك له الشيخ، قال ضع فيها مصحف. ليش؟ قال حتى ما تصدم. طب لو صدمت؟ أمر كتب الله عليك، لا يمكن تضع من هذه الأشياء. لماذا؟ طريقة السلف لم يضعوا ما نضع. قال حتى تحفظ معي، قال يحفظ العين رب العالمين. ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أضع لا إله إلا الله، نجد الآن على خلفيات السيارات صح، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله صح، ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ قال حتى العين. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. حتى على البيوت عندنا في المجالس، أول ما تدخل من عند الباب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. طيب هل الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نضع في المجالس؟ هل هذه تدفع العين؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله، أكره مال القرآن المعلق من القرآن، أما غير القرآن شرك أصغر أو أكبر لا شك في هذا. نعم، أقرأ جلد الذئب هل يدخل فيها؟ أنا ما أسمع جلد الذئب كله، خلي الأسئلة بعدين. نعم، قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب من الشرك الرقى والتمائم. لا، ماذا قال؟ باب اللي قبل هذا الباب قال باب من الشرك، هنا قال الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقية قسمين والتمائم قسمين. الرقية عندنا رقية شرعية رقية شركية. الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختل شرط واحد تنتقل من شرعية إلى شركية، لا تشك في هذا لا تتردد. الأول أن تكون الرقية من الكتاب، يقرأ الفاتحة أو السنة، أعوذ بكلمات الله التامات، أو بأسماء الله وصفاته، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اكشف ما نزل بي أو بأخي. تمام، هذا الشرط الأول تحقق. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني ما يمكن هذا الشيخ أعرفه، الشيخ بن باز رحمه الله فلان عندما يريد يقرأ الرقية لابد أن يقرأ بصوت مرتفع، لو يكون من أو نقول عنه ساحر، صوت مرتفع واحد. الثاني أن تكون الرقية مفهومة، يعني ممكن نقول لا انتبه، نريد نفهم ماذا تقول، أو نقول عنك ساحر تنادي الشياطين. ولا يوجد عندنا رقية باللغة البركونية، باللغة الهندية، باللغة الإنجليزية، رقية باللغة
العربية. هذا الشرط الثاني. الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. ثلاثة شروط، اختل شرط تنتقل من شرعية لشركية. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرقى منها شرعية ومنها شركية. والتمائم، التمائم كلها من الشرك، ذكرنا رأس الثورة عن الذهب، الحافة النعم القديمة، إطارات السيارات غيره، بعض الأشجار، بعض الأشياء تخرج من البحر، أعضاء الحيوانات، النسور، إلا إذا كانت من القرآن. قلنا يكتب من القرآن قل هو الله أحد كذا. هذه ابن مسعود رضي الله عنه يكره، فنقول الحكم فيها التحريم. من قال الكراهة عند السلف تحريم؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، واحد، كراهية السلف، اثنين، فتح باب شرع على الناس. هذا يضع أشياء من القرآن، هذا يظن أنه التعليق كله جائز فيضع أشياء من غير القرآن، تفتح باب الشرع. الرابع فيه امتهان للقرآن، وأنه شبهنا القرآن بالتمائم. امتهان للقرآن كيف؟ يدخل بها للحمام، أو إذا كانت على الصغير قد يصيب شيء من بول الغلام. وأنت تعرف على السيارات الآن من يتكع السيارة، من يطأها أحيانا. طيب، قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك طلب البركة. تبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع ممنوع. كيف نعرف المشروع من الممنوع؟ سهل جدا. المشروع إما يثبت فيه شيء حسا أو شرعا أصبح مشروع، وإلا ممنوع. الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر. إذا التبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر. مثال التبرك المشروع، هذا الأخ يقول أنا أقرأ القرآن يوميا وأحفظ وأتدبر، أنظر في معاني الآيات. لماذا؟ قال القرآن بركة، قراءة بركة، قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة، قرآن مبارك. نقول هذا تبرك مشروع. وهذا الأخ قال أنا أصلي في المسجد النبوي وأكثر من الصلاة في المسجد الحرم، لماذا؟ قال الصلاة في هذا المكان مبارك. هذا تبرك أمر شرعي. تبرك محسوس، يقول الشيخ كتب هذا المؤلف رحمه الله والله مبارك، وضع الله في علمه البركة، صحيح؟ كتب شيخ الإسلام فيها بركة. طيب إذا لم يثبت فيه شيء حسا ولا شرعا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. بعض الناس يتمسح بالشيخ، قال بركاتك يا سيدنا الشيخ، تبارك ممنوع، إيش بركات؟ زارتنا البركة. خطأ، خطأ، زارتنا البركة ترى، مفهوم؟ أي نعم. بعض الناس يتبرك بالحجر الأسود، حجر أسود لا يضر ولا ينفع. وبعض الناس ترى الآن في مكة يأخذ الشماغة والملابس يمسحها في الكعب، حجر، حجار لا تضر. والله نقبل الحجر، نعتقد أنه حجر لا يضر ولا ينفع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، في عاقل يقبل أحجار؟ لا، تعبدا لله. نطوف حول الكعبة نعتقد أن هذه عبادة بالطواف، أما الحجارة لا نلقي لها بالا. أما نتمسح بالأحجار، أحد لا يغني عن أحد شيء، ولو كان يغني عن أحد شيء لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. مات الصحابة عند أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد. إذن هذا تبرك مشروع وتبرك ممنوع، تنبه لهذه المسألة. كثير عندنا من يتمسح بالأشخاص، يتمسح بالأماكن، يتمسح بكذا، بعض الخواتم عندنا، صحيح، بعض الأماكن، قال هذا ثوبي ثوب مبارك، دخلت على الأمير أنا بهذا الثوب، هذا قلمي قلم مبارك، لا أراجع في الاختبارات وأكتب كل الاختبارات. لا، تبرك إما بأمر شرعي أو حسي، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. أفرأيتم، يعني أخبروني ما هذه الأصنام والآله التي تعبدونها وتزعمون أن لها بركات؟ اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى، متأخرة، حقيرة، ذميمة. مر الصحابة رضوان الله عليهم
وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات تعليق. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا البركة تطلب من من؟ من العلماء؟ من الأحجار؟ من الأشجار؟ لا، باب من الشرك الأصغر، يعني معنى الباب من الشرك الأصغر التبرك الممنوع، وقد يصل للأكبر. عندنا تبرك مشروع، نعم، إما بأمر شرعي أو حسي، وإلا ممنوع. نعم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، عندنا ذبح لله، ذبح لله يوجد، هذه أضاحي عقيقة صدقة. عندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيما، شرك أكبر، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن، يذبح لأنه مر السلطان. خرج الناس بالذبائح وقت هذا، والله ما أدري، لا في العراق عندما جاء هذا الصدر الأب الهالك نسعاب السلام، عندما مر في الطريق الناس خرجوا بالذبائح إلى برا، شرك أكبر. وعندنا من يذبح على سقف المنزل، أول ما يصب السقف قال لازم تذبح فوق السقف، والدم تخليه على الدرج، وبعدين تضع البلاط السيراميك، صحيح؟ موجود. تريد تذبح شكرا لله هناك، اذبح وزع، ليس له علاقة هنا. العروس أول ما تضع أول رجل عند بعضها يذبح في وجهها، شركك الصورة. الحكم على الأشخاص ليس لي ولا لكم، أريد نحكم على الفعل، حكم على فعل هذا على الفاعل كبار العلماء المحاكم الشرعية. باب يريد هنا أن يبين لك أن من الشرك الأكبر أن تذبح لغير الله محبة وتعظيم. نعم. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لماذا؟ قال لأن هذا الآن عندما يأتي إلى هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله، أولا فيه تكثير لسواد أهل الباطل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. اتق الله، اتق الله، كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ يعني ما بقي الآن عندك إنسان تأخذ منه العلم إلا أهل البدع؟ ما بقي في أهل السنة خير؟ ما بقي تطلب النحو أو الأصول أو المصطلح إلا عند أهل الباطل؟ تكثر سواد أهل الباطل. أولا أنا أتكلم عن الواقع، الواقع عندنا هنا أن بعض أهل السنة يكثر سواد أهل الباطل. إيش تدرس؟ قال أدرس نحو، مصطلح، إمام، وهنا ما عندنا إمام يقرأ كتب أهل الباطل. ليش؟ قال لأن هذا أدرى. طيب شيخ الإسلام ما هو أدرى؟ تكثير سواد أهل الباطل، اغترار الناس بهذا الفعل، هذا يراك تحضر يحضر، هذا مشكلة. ثم الكفار أهل الباطل يقوى على هذا الفعل، وبعد هذا ما تستطيع تحال. في الأول يدرس نحو ويدس لك السم في العسل، وفي الآخر الأمر انتهى الأمر. وهناك رأس من رؤوس الخوارج، السبب النكاح، تزوج أولا وقال لعلها ترجع إلى السنة، فرجع نسرعة في السلامة إلى الباطل. احذر يا أخي، لا تقرب هؤلاء أبد إلا أنت تؤثر ولا تتأثر. هذا اللي أقول لك هنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار، مسجد ضرار. لماذا بني؟ لأسباب أربع: كفر وإرصاد وتفريق ومحارب، لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ تكثير سواد أهل الباطل، كفر وإرصاد وتفريق ومحارب. كل مسجد أسس على الباطل لا نقوم فيه،
طيب يأتيك بعد قال نستطيع. كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يحول مسجد ضرار إلى مسجد أسس التقوى يطرد من فيه من المنافقين وعين رجل من الصحابة كمعاذ رضي الله عنه يصلي. قال لا، عندنا قاعدة عند الفقهاء، إتلاف المال حرام أو حلال؟ إتلاف هذا لو طلع الآن دنانير وحرقها حرام؟ حرام، لكن إذا كان لمصلحة راجحة يصح أن يتلف المال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. إتلاف للمال نعم ما هي المصلحة، حتى لا أحد يتذكر الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل نذر رجلا أن ينحر إبلا ببوانا اسم مكان، قال هل كان، كان يعني انتهى، لأن هذا الآن لو يأتي لهذا المكان وكان فيه عيد في القديم معنى هذا أنه يبعث لنا الأمور الشركية، وهناك في هذه الأيام من يبعث الأمور الشركية مضت انتهت. قال أين المكان الذي كان يعبد فيه كفار مكة اللات العزة ومنا؟ قال أعرف المكان. إذن معنى هذا لو اجتمعنا في هذا المكان نبعث الأمور البدعية والشرك. هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من عدم؟ قال أوفي بنذرك، يعني لو قال نعم قال لا. وانت تعرف أنه بعض الناس في هذه الأيام يبعث الأمور الشركية لانتهت، وقال كنا نصنع في الماضي ليتنا نعيد تراث الأجداد والآباء. أعوذ بالله، عادات ما تخالف الشرع لا أشكال فيها، عادات تخالف الشرع لا يمكن أن تعيد هذا الأشياء التي مضت وانتهت، فما بالك لو كانت قائمة. فنحذر أخواننا من هذا. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك الأكبر نذر لغير الله. نعم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن الحلف بغير الله منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. حلف بغير الله الأصل فيه أصغر، لقد كان أصل إلى الأكبر. قالوا له سرق السمك وأكلها، وقالوا له اتق الله تسرق السمك، قال والله ما سرقت ولا أكلت، حلف بالله. قال احلف بالتجار، قال لا ما استطيع. إذن هذا يعظم التجار أكثر من تعظيم الله، شرك أكبر هذا الحلف بغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر. نعم. بعد هذا قال باب، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل الدعاء. الدعاء عندنا دعاء عبادة، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب، أنا أقول لهذا الأخ اعطني كاسة ماء طلب، إذا كان هذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. تأتي مرأة لقبر وتقول تطلب منه الولد انزل غيت شرك أكبر. أما الطلب فيما يقدر عليه أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه يصح بشروط أربع، حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سبب، حي خرج به الميت، حاضر خرج به غائب، وفي الكويت ينادي الولد في الهند في أفريقيا، قادر يطلب من عاجز، إنسان مشلول أقول له أعطيني كاسة ماء ما يمكن. الرابع أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع. مثل الدعاء الاستعانة أقول للشيخ أعني في حمل هذه الطاولة يصح بالشروط الأربع، حي وحاضر وقادر والسبب، استعانة استعاذة استغاثة. غرق في البحر ينادي هذا على الشاطئ يقول يا فلان أغثني، يتصل على الدفاع المدني حصل حريق يصح، يصح بالشروط الأربعة. شفاعة، جاء رجل الشيخ قال الله يرضى عنك تكتب لي شفاعة أقبل في الجامعة يصح، قال يصح بالشروط الأربعة، اختل شر ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك الأكبر. نعم. قال باب، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. يستغيث يقول أو يدعو غيره، هذا معناه أن الدعاء الاستعانة استعاذة استغاثة شفاعة مثل باب الدعاء. انتهى الآن والله أعلم من القسم الثاني تفسير التوحيد. فسر التوحيد بضده، فسر التوحيد بماذا؟ بأنواع الشرك الأكبر في تفسير التوحيد ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، صح؟ والشرك في ماذا؟ في الرقية وفي التمام. وبعدين ذكر لك الشرك في
التبرك والشرك في الاستعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة ودعاء، والشرك في الذبح والنذر لغير الله. وقال احذر من الشركيات هذا، تمام؟ فسر لك التوحيد بضد بالشرك. نعم، الآن دخل في القسم الثالث، صحيح؟ إذا اخطأت علمني. الآن دخل في القسم الثالث، ما هو؟ أراد أن يبين أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله، ولا يستطيع أحد أن يملك هداية التوفيق إلا الله. إذن لماذا نعبد غير الله؟ لماذا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام، جمع الناس وقال لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وآمن المرء، لا يشك المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. يعبد غير الله؟ والله عبد من دون الله حتى الكلاب. سقطت طائرة في الحرب العالمية في منطقة من المناطق، كافر سقاية الطائر، وجع هذا القبر إلى يومنا هذا يعبد من دون الله. هل تستطيع أن تعبد جيفة؟ جيفة نتنة تترك عبادة الله سبحانه وتعالى. في القديم كان يعبد من دون الله صالحين وأحجار وأشجار لا تعصي الله، هذا في القديم. الآن يعبد من دون الله من هو من الفسقة الملاحدة كفار، يعبد من دون الله ولا أحد يتكلم ولا أحد ينكر. والله لو سبت الكويت أو سب فلان من الناس، والدك مثلا أو القبيلة والعشيرة، أقمت لها الدنيا وما قعدتها. أما يسب رب العالمين، يشرك بالله، نعم هناك من يستأسي بالدين الإسلامي ولا تتكلم. انتبه، تكون وسط، إنكار وسط، يعني ليس معنى هذا تقتل، تسب تشتم أو تقر تسكت، لا وسط. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد، إذا غير من باب أولى. فبين في هذه الأبواب بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، لا يغني عن نفسه شيئا، أيضا لا يغني عن، لا يستطيع أن يغني عن غيره، من باب أولى. الملائكة عليهم السلام أقرب الناس إلى الله، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، بطلت عبادة الملائكة عليه السلام غير من باب أولى. الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله، قل لله الشفاعة جميعا. إذن بطلت عبادة ما سوى الله، نطلب الشفاعة من غير الله. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق الدخول إلى الدين، فقط لك هداية التبيين، تبين للناس. أما دخول الناس في الدين الإسلامي، إخراج أحد، هذا لا تقدر عليه. إذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية بيد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا عندنا أبواب أربعة ذكرها المؤلف حتى يبين لك بطلان عبادة، الأول بطلان عبادة ما سوى الله. فقال ما سوى الله الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب الأول. قال قال باب قول الله تعالى أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا لا تخلق، كيف تعبد وهم يخلقون؟ مخلوق مفتقر،
إلى غيره. نعم، هذا الباب الأول، بطلان مع عبادة ما سوى الله، بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. نعم. قال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بطلان عبادة الملائكة، وإذا بطلت عبادة الملائكة عليهم السلام غيرهم باب أولى. الباب الثالث، قال باب الشفاعة، بطلان الشفاعة، أن الشفاعة حق لله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن غيرهم باب أولى. قال باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب، أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية هذا الرجل لكن ما استطاع، حتى تعلم أنك بشر لا تضر ولا تنفع، ماذا عليك؟ عليك البلاغ. نعم، إذا انتهى هذا القسم، القسم الثاني بطلان عبادة ما سوى الله. الآن كأنه سائل يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: يا إمام، التوحيد عرفناه، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله حتى في فراش الموت، يحذر من الشرك، لماذا يقع الشرك؟ لماذا نرى الشرك في الأمة؟ ما السبب؟ نريد نعرف الأسباب حتى نحذرها ونحذر منها. لماذا يقع الشرك في الأمة؟ قال: أسباب وقوع الشرك ثلاثة، انتبه، أخطر الأسباب ثلاثة أسباب. الأول، قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لبس عليهم محبة الصالحين. محبة الصالحين حق، لكن الطريق باطل، تصاوير وتماثيل وعكوف على القبر. وبعض الناس هدانا الله إياه يضع في الجوال مثلا صورة الشيخ فلان وفلان، لماذا؟ قال: تذكر الوعظ. بن باز رحمه الله أمر بهدم بيت محمد بن عبد الوهاب، لماذا؟ رجل يعلم الناس التوحيد وينشر التوحيد، ويأتي من أهل السنة من يذهب إلى الرياض إلى الدرعية أو كذا، يقول: أريد أرى البيت الذي كان فيه محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ لماذا؟ هل هذا طريق السلف؟ هل هكذا هو دعا لهذا؟ لا. إذن هذه محبة ما هي حقيقية، هذه محبة باطلة كذاب، هذه شركية. مش عليك بيت محمد بن عبد الوهاب؟ فالشيخ بن باز أمر بهدم بيت الشيخ، ليش؟ صيانة للتوحيد، حتى تعرف أن هؤلاء من يقال عنهم وهابية أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا: والله هذه صورة بيت الشيخ مقبل رحمه الله، ما أراد هذا الشيخ مقبل، والله ما أراد أن ترى الكرسي اللي كان يجلس عليه المسجد، لا، أراد توحد الله. هذه المحبة الحقيقية. بعض الناس نهاية الدرس قال: وين الشيخ؟ قال: ايش تريد؟ قالوا: قبل رأس الشيخ. كذاب إلا من رحم الله. الشيخ ما أراد تقبل رأسه، أراد العلماء، ما أقصد أنا العلماء رحمه الله، أرادوا أن تأخذ العلم بحقه تؤديه، تذب عن عرضه، صحيح، تدعو له في ظهر الغيب. هذه المحبة الحقيقية. أما قبل رأسه غداء عشاء، هذا ما لا لا ما هي محبة. إذن لابد أن نتوسط في محبة الخلق الصالحين هنا، غلو مجاوزة الحد، إما مدحا أو قدحا، وهذا اللي واقعين في اليوم إلا من رحم الله، إما مدح أو قدح، يسب ويشتم، أو يتمسع ويتبرك ويركع ويسجد. وأول شيء حدث في الأرض، إذن لابد أن نتنبه لهذه المسألة الآن. محبة الصالحين، كيف نحب الصالحين؟ تحب محمد عبد الوهاب؟ إذن لابد تتعلم كتاب التوحيد، تعلم، أما تذهب إلى بيته وإن درس وإن كذا وإن صنع، لا. ولذلك تجد يعني أكثر علماء يعني ما يتكلم عن تراجم العلماء هؤلاء، صح؟ يعني أكثر لا أعرف ترجمة محمد عبد الوهاب، إيش يعني لي ترجمة محمد عبد الوهاب؟ لماذا؟ نريد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان عندنا، هذا رفع بماذا؟ باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه المحبة الحقيقية. هذا الأول، أول شيء حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، إما مدحاً أو قدحاً، صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمد فعبدوهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. يقول أن القبور الآن الأصل أن تكون القبور خارج البنيان. هذا البقيع اللي تراه في المدينة كان خارج المدينة، والدليل أحاديث كثيرة، منها أن الذي كان يأكل ثوم وبصل ينفى إلى بقيع، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع. القبور أين تكون؟ خارج البنيان، وداخل البنيان إيش تكون؟ مساجد، لأن أهل السنة يعمرون مساجد وغيرهم يعمرون المشاهد. القبور تكون خارج البنيان، نتوسط فيها لا إفراط ولا تفريط. لا يمكن أن تكون أي عبادة عند القبور إلا فقط شيء واحد، زيارة شرعية بشروطها. زيارات ثلاث أقسام: شرعية، بدعية، شركية. الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن لا يشد لها الرحم، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات بالصف عن الزلات. أما إذا نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية، نوى دعاء الأموات دون الله زيارة شركية. إذن السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا ما يمكن نأتي القبور إلا بزيارة شرعية بشروطها، والقبور تكون بعيدة. إذا من أخطر الأسباب القبور. الثالث: قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ماذا نصنع في القبور؟ نتوسط فيها، لا إفراط ولا تفريط. نرفع القبر مقدار شبر، يسنم، يوضع عليه حجر أو حجرين، لا أشجار، لا ورود، لا جبس، ولا رخام، ولا غيره. حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حتى السور لا يمكن أن نبني سور حول القبور، إلا عند الضرورة نضع شبك حديدي سياج فقط، مصابيح لا مصابيح ولا غيره، لأن الغلو في قبور الصالحين صيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا السبب الثالث. إن عندنا ثلاثة أسباب هي أسباب وقوع الشرك: الغلو في الصالحين، يعبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله لكن عند قبر، هذا خطر، فما بالك إذا عبد صاحب القبر. الثالث: غلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، ونصح وبلغ وأدى وجاهد في الله حق جهاد. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الغلو في الصالحين، غلو الصالحين، عن عبادة الله عند قبر الصالحين، عبد الله عند القبور، الغلو غلو في قبور الصالحين. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. حتى المساجد أصبح يدفن فيها الصالحين. لماذا؟ لأن المساجد لله، وأن المساجد لله لم تصبح لله بعض المساجد. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما بالسجود أو يبنوا عليها مسجد. يحذر، خاف على قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: إذن هذه أبواب أربعة فيها أسباب الشرك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق، وهذا من نعمة الله علينا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم من البشر، عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على هدايتكم،
لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. بعد هذا دخل المؤلف رحمه الله تعالى في قسم جديد، وهو القسم الخامس، تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. قام بعض الناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا: لماذا تدعو للتوحيد في الجزيرة؟ جزيرة ما يقع فيها الشرك، تريد تدعو للتوحيد برا، أطلع برا الجزيرة. أو الشرك لا يقع، لا تقع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. عبادة الأصنام والذبح، قالوا هذا ليس بالشرك، أنت لا تفهم الشرك. فرد عليهم بهذا الباب، باب خلاص ذكرته. نعم. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، ليس الكل، يعبد الأوثان. كيف نرد على هؤلاء من يقول لك أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة؟ تقول: هذا الكلام أنا لا أعرفه ولا أفهمه ولا أعرف الرد عليه، لكن عندي نصوص بينة، وأنت من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لي تتبع المتشابه وتترك المحكم، وأنا ما أسمع لك ولا أقرأ هذه الرسائل فيها الباطل. انتبه أخواننا، هذه الأيام تأتيك رسائل، حتى هناك من يشكك في كفر إبليس، والله موجودة الرسائل. لماذا نسمع لهؤلاء؟ لو قال لك قائل الشرك لا تقع في الأمة في الجزيرة، تقول: أنا ما أسمع لك، أنت من الذين سمى الله لي تتبع المتشابه تترك المحكم، عندي نصوص بينة واضحة، وأن القرآن والسنة أدلة كثيرة، منها الآن لعنة الله على اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الحديث اللي استدل به هؤلاء، هذا ما وقع في قلب الشيطان، أيس الشيطان أن يعبد المصلون، ترك الإغواء؟ لا. ثم قد يكون هذا زمن الصحابة رضوان الله عليهم، قوي فيه الإيمان، وأيس من الكل، لم ييأس من البعض. الصحابة رضوان الله عليهم قاتل أهل الردة، أين قاتل أهل الردة؟ في الشام، في العراق، في الهند، في الجزيرة العربية. إذا لو كان الشرك لا يقع في الجزيرة، إذا قتال الصحابة المرتدين ليس بصحيح، صح؟ الفقهاء في المذاهب الأربعة يذكر أشياء حكم المرتد حتى ولو كان أين؟ في الجزيرة العربية، حتى لو كان عند الكعبة، ما الفرق بين هنا وهنا؟ مفهوم؟ إذن رد عليهم بهذا الباب. عادة المؤلف رحمه الله يجمع لك المسائل ثم بعد هذا يفصل. الآن بدأ يذكر لك أعمار شيطانية، لأن لا تظن أن الشرك شرك فقط، لا، انتبه. يبدأ صغائر، يرتقي كبائر، يرتقي أصغر، حتى يوقعك في الأكبر. أول ما بدأ به الشيطان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بدعة. ما هي البدعة؟ الحق محبة الصالحين، ابتدع في محبة الصالحين، قال: صوروا تماثيلهم واعكفوا على قبورهم، حتى عبدت من دون الله، وقع في الشرك الأكبر. انتبه من الصغائر تجرك للكبائر، والكبائر أصغر، أصغر أكبر. آدم عليه الصلاة والسلام نبي. يقول بعض العلماء: لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن، ما استطعنا نتكلم بكلمة. ظل يوسوس حتى أوقع آدم عليه الصلاة والسلام. يتركك؟ والله مو ترك، سد عليه كل الأبواب من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله. يقول الشيخ: لا والله ما سد في طريق، لا يمكن يغلق الشيطان، وهو هنا. تلتجئ إلى الله، هذا التوحيد. لا تظن ترى بالعلم، لا، العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، توراة وإنجيل، ماذا صنعوا؟ يؤمنون بالجبت. إذن العلم لا يعصم من الوقوع، الذي يعصم هو الله. فهم؟ نعم، هذا التوحيد. تلتجئ
إلى من؟ ولهذا قال لك الخوف. لا تقول أنا موحد وما في التوحيد مثلي وأعرف التوحيد قبل أن تولد وقبل أن يولد هذا اللي جاء هنا يتكلم في التوحيد. صحيح، لكن لا تخاف، لابد تخاف. ومن يأمن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا بدأ المؤلف الآن يأتيك بأشياء عند الناس ليست بشرك، ولهذا تمشي الآن في الطرق. في الأمس أنا والله أشوف المفتاح السحري، يا ولد يعني إيش؟ ما في مشكلة، مفتاح سحري موجود عندكم؟ ما يوجد محل المفتاح السحري موجود، والتنويم المغناطيسي صح، وألعاب سيرك وألعاب سحرية. الولد يأتي للأب قال يا أبي اليوم أبغى أشوف فيلم كرتون، فليش فيه؟ قال فيه الساحرة الفلانية. ما يتكلم الأب، أمر عادي. حتى كان عندنا مسابقة، في هذا تذاع المسابقة على الهواء، ما هو اسم أكرمك الله كلبة الساحر اللي فيلم كرتون؟ إذا عندنا فيلم كرتون تعليم السحر والتعويذات، ولا أحد يتكلم. والتوحيد عرفنا صح؟ صح أو لا؟ الصغير يطيح له سن وش يسوي؟ يذهب إلى الشمس، يستقبل الشمس ويقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العجوزة ولا العروسة. صح؟ هذا عبادة الشمس عندنا. في شجرة تعبد الله، ما كل المخلوقات تعبد الله إلا الكفار، سموها أعوذ بالله. كيف حتى الأشجار عبدتوها لغير الله؟ إخوان اتقوا الله، ما يمكن تجعلوا عباد الشمس. تقول كيف عباد الشمس؟ عباد الله، تعبد الله. لو تنظر فيها تقول سبحان الخلاق. صح؟ قال لا، دوار الشمس كويس، ماشي حالك، دوار الشمس كويس. صح؟ مشكلة. إذن أدخلوا لنا الشرك من حيث لا ندري، أو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر. الساحر يكفر ويريد أن يعبد الناس للشيطان، ولهذا قال أعمال شيطانية. الآن بدأنا في أعمال الشياطين. أعمال الشيطانية ايش علاقتها بالسحر؟ السحر كفر، أكبر بوابة دعوة الناس للشرك بالله. قال باب. عندنا مواقع اليوم، والله أخواننا زمان كان الساحر، وصول للساحر صعب جدا. صح؟ وين تحصل ساحر يا رجل؟ لين تروح أفريقيا وممكن تموت لين تصل. اليوم ضغطة زر تصل للساحر، للكاهن، المنجم، الرمال، قنوات تعليم السحر، تعليم الكهانة، كل شيء موجود. ضغطة زر كفر أكبر، تصل للساحر. والمرأة تقول لصديقتها، تشتكي هذه المرأة، تقول زوجها تعبني والله، ظالم وكذا وكذا. تقول خلاص عندي، إيش عندي؟ قالت والله أخلي أصبع في يدك، خاتم في يدك. قالت تمام قالت أنت ما تصنع الشرك، الاثنين شركاء في الكفر. والله صدق، والناس يتكلموا بهذا، النساء أمر طبيعي عادي. صح؟ أمر عادي، تنويم مغناطيسي عادي، برمجة عصبية سموا إيش؟ ما يقولوا سحر اليوم، برمجة عصبية، ألعاب بهلوانية كذا كذا كذا، خفة يد إيش؟ خفة يد. طيب غدا صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، يؤمن كل الناس ولا تبالي. خطوات. إذا عقد هذا الباب حتى تحذر من السحر وتعرف أن السحر كفر أكبر. طيب عرفنا السحر. قال باب. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. الأول معلش. قال باب ما جاء في السحر. ما جاء في السحر أن الشرك أكبر، انتبه. وقد تظن أن السحر نوع واحد، قال لا، أنواع السحر أنواع. وأراد أن يبين لك أن السحر أنواع، قراءة كف، فنجان، تنويم مغناطيسي، برمجة عصبية، وأشياء كثيرة. نعم، بعده قال إن من البيان إلى سحرة. الساحر يتكلم بكلام معسول، هذا راح للساحر قال إنا لله إنا إليه راجعون،
لا والله انت لازم تلتجئ الى الله صلى الله على نبي محمد عليه الصلاه والسلام. قعدت عنه توضى يا ولدي، وعنده بول يتوضى منه، وخلي هذا يتوضى منه. قال صل القبله، القبله هنا. قال انت مريض مسكين، هذا القبله، قبله هنا، قبله الشيطان. وقال لازم ما تصلي. ها انا مريض. قال لي مريض معذور، ما تصلي وتاكل، ما تسمي وما تغتسل من الجنابه. ليش؟ حتى تاتيك الشياطين، يصير شيطان. هذه من علامات الساحر، العقد مع النفس. يكتب أبجاد حروف، لأنه يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم ألف، قل هو الله أحد باء، الله الصمد سين، وهذا يضم قرآن. قرآن الأحرف هذه يعني كفر بما تقدم. أعطيه الوراق هذا وقال خليها معك خلاص. كتابة أبجاد، النظر في النجوم، قراءة الكف، الفنجان، هذه كلها من علامات يسأل عن اسم الأم. وقد يطلب أموال وقد لا يطلب، لكن يطلب منه شيء يعجز عنه. أقول مرضك خطير، ونحتاج حتى نفك السحر فار أعمى. فأنا أجيب فار أعمى، أنا فار مبصر ما أستطيع أجيب. قال عندي من يأتي به من أفريقيا، أو قرد يتيم. قرد يتيم، كيف أجيب قرد يتيم؟ قال عندي، مفهوم؟ يعني أشياء تعجز عنها حتى يأخذ أموال. سحروا أعين الناس واسترخوا. الساحر يجعلك تتعلق به لا بالله. وهذا عند بعض الرقاة اليوم. قال ترى أنا غير مسؤول عنك بعد 3 أيام، وانت ربي. نعم. قال باب بيان شيء من أنواع السحر حتى تجتنبها. قال باب ما جاء في الكهان ونحوه. سبحان الله، شوف يرتب لك ما أجمل هذا الترتيب. السحر حتى تعرف من هو الساحر، وأنه كافر كفر أكبر. وبعدين أنواع السحر، لأن الآن أنواع كثيرة جدا، رسائل، انترنت، مواقع، بلاو. بعدين أراد أن يبين لك من هو الساحر، من هو الكاهن، من هو العراف، من هو المنجم، كل من يتكلم في علم الغيب، وكيفية إتيان هؤلاء. لا تظن الإتيان فقط تأتي تجالس وتتصل تشتري المجلة اللي فيها أبراج. انتبه، شراء المجلة، يقول الشيخ صالح على الشيخ، شراء المجلة محرم. تنظر فقط في البرج، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. قد لا تصدق اليوم، يحدث مع هذا الشيء بعد يومين، قال سبحان الله هذا اللي قرأت كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أداد أن يبين لك من هم وحكم إتيان هؤلاء. قلنا الإتيان المجرد لا تقبل له صلاة 40، يصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإتيان، اتصال، قراءة الرسائل، المجلات، قراءة الكف، الفنجان، الدخول على المواقع، مشاهدة المواقع سواء كانت في التلفاز أو في الانترنت أو في غيرها. نعم. الأخير أراد أن يبين لك أن السحر إذا وقع كيف يحل، كيف نعالج السحر. فقال باب ما جاء في النشرة. في النشرة يعني حل السحر عن المسحور. النشرة يقول ابن القيم تنقسم إلى قسمين، علاج السحر، إما بسحر، هذا من عمل الشيطان مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الأمة في تقوية السحرة، تضعيف للتداوب القرآن فيه. يا أخي كيف تذهب؟ قال هذا العلاج مضمون 100%، وهذا العلاج مضمون 1%، بالله عيالك تأخذ؟ ليش تذهب إلى الساحر وتترك القرآن، والقرآن 100% شفاء؟ ثم ما يمكن أن الساحر هذا يعالجك، الساحر الثاني معالج، إلا بالشرك بالله. ثم يعالجك الثاني يوضع لك سحر. طب كم سحر صار عندك؟ أول سحر واحد، زاد لك سحر على السحر، ما استفدت شيء. ثم تصبر ويكون لك الجنة، صح؟ قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أسرع وتكشف. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت على التوحيد ولك الجنة. عجب في هذه الأيام أننا إذا رأى واحد منا مبتلى يقول مسكين ما يستاهل. ليش؟ لماذا؟
ان الله سبحانه وتعالى اذا حب عبدا ابتلاه صح، فمن رضي فله الرضا، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. لكن ما ليس معنى هذا تتمنى البلاء، لا. وعندنا بعض الناس يقول فلان مسكين، مسكين يعني هذا ارحم به من الله ولا التوحيد، يقول ما تستاهل. اعوذ بالله، يقول والله ما بيدي شيء. انت عارف الحكومه الدوله وعارف الموضوع عليه، ما في داعي نتكلم. كان يقول لهم تسخط اعترض على قضاء القدر اكفر، ولا احد ينكر. صح صحيح، نعم ياتينا ان شاء الله. اذا ابواب اربع مرتبه باتقان: السحر، انواع السحر، من هم، وكيفيه الاتيان وحكم الاتيان، والعلاج بثلاث اشياء. هذا مشروع وغيره ممنوع: رقية بشروطها، دعاء، أدوية مباحة، شرب العسل، الحجامة مثلا. بعد هذا انتقل إلى موضوع خطير جدا كثير من يقع فيه إلا من رحم الله. قال باب، قال باب ما جاء في التطير. التطير هذا لا ينتهي. التطير تشاؤم، يتفاعل، لا، عندنا فعل وعندنا تطير. يتشاؤم بإيش؟ بمرئي يرى أشياء، كلب كرمكم الله، بومة، أو يسمع أشياء، صوت كلب، صوت حمار، أو معلوم أزمنة وأمكن. الطير بعض الأشياء يقول أعوذ بالله، فلان شرارة، فلان منحوس، صح، فلان والله ما أسافر معه قط، أنا ما أمشي في هذا الشارع، حصل لي حادث. وحدث ولا حرج عن التطير، كثير جدا. المهم وقت من الأوقات رجل عندنا خرج من السعودية للعراق. العراق كانت في القديم ملكية القديم، وهذا سبحان الله رجل دخل العراق، خرج من العراق، حصل انقلاب وذبح هذا الملك. فعندنا رجل من الأمراء قال لي هذا، قال أنت شؤم على العراق، قال ارسلني على اليهود. ذكي ما يستطيع يرد عليه إلا بهذه الطريقة. قال ارسلني على اليهود أقضي عليهم بدون دبابات ولا صواريخ، ترتاح منهم مثل ما ارتحنا من العراق. قال هذا أمر ليس بيدي. صح يا أخوان، الموحد ما يتطير. جاء الاتصال آخر الليل، مفهوم؟ قال الشيخ ساعة 2 في الليل اتصال الوالد، بشر يا أمي. صح، يتفاعل ولا يتطير؟ لو الطير ما هو موحد ترى، معليش اسفين، فهمت؟ لماذا تتشائم؟ لماذا تتطير؟ موحد ما تتطير ابدا، دائما متفائل. فعندنا فعل وعندنا تطير. حتى البعض يعني مسمي يضع اسماء تطير، يعني الزوج يكتب، المهم اسماء في الجوالات، مصيبه. صحيح والله، المهم وزارة الداخلية، ليش يا أخي؟ وزارة الداخلية والله ما شفنا إلا منها كل خير، الحمد لله. يا الحمد لله، ليش تتطير؟ ليش تتشائم؟ يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، في أول الدعوة أول شيء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ورقة بن نوفل رضي الله عنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليتني أكون فيها جذعا حين أخرجك القوم. تطير؟ قال والله ما أستطيع أدخل هذا الباب. ها؟ تشاء. كل الأمة انقلبت ضد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أي انقلبوا عليه، بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرباء، عودي، أوذي، لم يتطير. إيش؟ موحد، تفاعل، مفهوم؟ أي نعم. الفأل حال الموحد، التطير حال مشرك منافق. الفأل حسن ظن بالله، التطير سوء ظن. الفعل مستحب، التطير شرك أصغر قد يصل إلى الأكبر. الفعل انشراح للصدر، دائما انشرح الصدر. التطير انقباض للصدر. كيف الحال؟ قال الحمد لله. إيش الأخبار؟ قال بخير. كيف الأسعار؟ قال الحمد لله. يا رجل ارتفعت الأسعار؟ قال الحمد لله في نعمة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كذب. قال نخفضها بالتقوى، الحمد لله إحنا في نعمة. والله نعم مو نعمة، صح؟
وبعض الناس متسخط يبغاك انت تسخط صح، يسب ويشتم، نسال العافيه السلام. اذا حال الموحد ايش دائما ما حد شائم عندنا. وبعض الناس قال والله فلان يضحك، قال الله يكفينا شر الضحك. ليش؟ لانه بعد الضحك تاتي المصيبه. يعلم الغيب، عندنا من يعلم الغيب صح، لانه يضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم وما قال احد الله يكفينا شر الضحك صح. وبعض الناس قال خير يا طير، تطير شرك اصغر موجود، بعدين قالوا علفنا التوحيد صح. وبعض الناس قال اعوذ بالله فلان دخل صح، اعوذ بالله هنا التطير صح. اي نعم، ما يتطير الموحد، ما يتطير موحد ايش؟ تفاعل، مفهوم. الشرك اصغر واحنا لا ندري. وبعض الناس يقول والله نفسي مقبوضة، حاس ان اليوم المصيبة قريب تجي، يعني قبل الظهر يمكن جاي ان شاء الله صح موجود. وبعض الناس يتطير بايش؟ بالقرآن، بالقرآن يتطير. نعم، يبغى يتزوج مترددة تزوج ولا يفتح القرآن، اذا وقع النظر على آية فيها رحمة قال توكلنا على الله، إذا وقع النظر على آية فيها عذاب جهنم قال أعوذ بالله. تطير بإيش؟ يعلم الأولاد عندنا حتى الكبار. قال أنت تبغى تزوج؟ قال قال إيش سوي؟ تأخذ والدك. والله صدق شركة صار وإحنا ما ندري، الآن ندري. قال ها تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، انتهينا صح؟ موجود؟ موجود. قال تبغى تسافر أو تسافر، هذه أسافر وهذه ما سافر. عنده موجود عندكم، إحنا ما الفرق بينه وبينكم الحمد لله. يقول حادي بادي كرومبو زبادي شال وحطه، هذا استقسام بالأزلام، هذا تطير، هذا شد. يعلم الأولاد هذا صح؟ موجود؟ لا تقول مو موجود، موجود يا رجل صح؟ اي نعم، تطير استقسام بالأزلام، هذا جاهلية موجودة. إذا لابد نتعلم التوحيد، نعلم التوحيد. نعم شيخ، المهم التطير والله لو نأخذ اليوم من الآن للفجر ما ينتهي موضوع التطير. ملك من الملوك أراد الخروج إلى الصيد، والصيد يعني عند البعض هواية، ويخرج يعني الملك ما يخرج لا بحرس ولا بجنود. الوزير قال للملك أخرج معك للصيد، قال تعال. فعندما أراد الخروج إلى الصيد جرح الملك في إصبعه جرح بسيط، فالوزير قال للملك قال الحمد لله، عجبا لأمر المؤمن كل أن كل أمره خير له خير. غاضب الملك وقال فرحت أني قطعت، أدخلوه السجن. فأدخل الوزير إلى وقال مستهزئا للوزير قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، استهزاء. خرج الملك للصيد جرح بسيط، وهو في الصيد أمسكوه جماعة من الناس. قال ماذا تريد؟ قال نحن نبحث، لنا أيام نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك. قال أنت كبش سمين، أحسن قربان للآلهة، قيدوه. فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يديه وجدوه مجروح، قالوا أنت معين، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، اتركوه. تركوه رجع لمن؟ قال والله صدقت، إن قطعي خير. قال الوزير لا، أنت الذي صدقت. قال لما؟ قال والله سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك في الصيد أنا لست بمعين، كنت الآن في عداد القرابين ما الأموات. يا أخوانا لا تتطير، اتق الله، توحيد، موحد، تفاعل، غير هذه الأسماء، غير كذا، خليك دائما متفاعل. يجيك اتصال آخر الليل ما في إشكال، مفهوم؟ خلاص؟ يمكن؟ نعم، يلا. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم علم النجوم، عندنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير.
علم التأثير أن يعتقد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية، شرك أكبر. أو يعتقد أن السبب، شرك أصغر. الثاني علم تسيير وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يستدل بالنجوم على أوقات الزرع، فصول السنة، الجهاد، هذا جائز، ومنه ما هو واجب، يستدل بالنجوم على جهة القبلة. مفهوم؟ إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، تأثير وتسيير. التأثير شرك أكبر أو شرك أصغر، والتسيير جائز أو واجب. قال مرة أخرى، باب، قال باب ما جاء في التنجيم. في التنجيم ما لم يقل من الشرك، لأنه منه ما هو جائز واجب، منه ما هو شرك أكبر أو شرك أصغر. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء للأنواع، يعني طلب السقيا من إيش؟ من النجم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، يقول ذهب الاستسقاء بالأنواع ومطبنا بنوع كذا وكذا، وجاءت المنخفضات الجوية، قال هذا منخفض جوي مصحوب بنزول أمطار. صحيح؟ إيش علاقة المنخفض؟ منخفض هو ما ينزل المطر، منزل المطر الله سبحانه وتعالى، لا تقول منخفض جوي ولا غيره. مفهوم؟ اي نعم، مطرنا بمنخفض جوي، هذا تماما كالذي قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا، وقال هذا احنا في فصل ايش مثلا، او امطار تاتي للجزيره العربيه عندك، قال وسم، ما عليك بالوسم، ايش علاقه الوسم؟ مفهوم؟ وسم ما هو منزل المطر، منزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب قول يا اخواننا، النعم ينقسم الناس عند النعم الى مؤمن وكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلى بنا، صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء، يعني مطر غيث كانت من الليل، فقال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نعمة. فما بالك نعم، انتبه، حال النعم تنسب النعمة لمن؟ إلى الله. موحد، كيف الحال؟ قال الحمد لله. من أين لك هذا؟ قال هذا من فضل رب، تذلل لسانك بشكر المنعم متفضل، هذا التوحيد. نعم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ، خلاص انتقلنا الآن، انتهينا من أعمال الشياطين. أعمال الشياطين السحر، الكهانة، تنجيم، هذا قسم. قسم الثاني التطير، أعمال شياطين. والثالث نظر في النجوم، منخفضات جوية وغير. انتهينا من أعمال الشياطين، ندخل في أعمال القلوب. أعمال القلوب الباب الأول المحبة، تحب الله ولا تحب أحد مع الله. كيف تعرف أنك تحب الله؟ ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعض الناس ادعي المحبة وكاذب، لأنه أنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله. يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الصالحين؟ تحت محبة الأحباب، نامن أن الله أمر بحبهم. عندنا حب في الله صح، وبغض في الله. مؤلف رحمه الله جاء بباب المحبة، وبعد المحبة جاء باب الخوف، لأن السائل إلى الله لابد يجمع في سير الله بين الحب والخوف. حبة طيب، يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم شيئا على محبة الله عذبه الله به. فرعون قدم محبة مال، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه تجري من فوقي. قارون قدم محبة المال صح، عذب بماله.
كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. قل هذا قضاء الله. وكل من قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فسادوهم رهقا. إذن تحب الله ولا تحب أحد مع الله، تخاف من الله ولا تخاف من أحد، يخافك الناس. لهذا جاء باب المحبة وثنى بباب الخوف. نعم قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا شبهاء نظراء مثلا، يحبونهم محبة مساوية أو أكثر من حب الله، أو يحب الند ولا يحب الله، هذا أعظم الشرك. نعم. ثم ثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم. إذا ما يمكن أن نخاف إلا من الله. نعم. خوف سر عبادة وتعظيم. نعم. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد أن جاء بباب المحبة وثنى بباب الخوف، الآن أراد أن يبين لك التوكل. ما هو التوكل؟ هو صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. نريد أحفظ القرآن. قال متوكل على الله، نختبره صادق أو كاذب. نقول هل أنت صادق؟ يقول صادق. واثق أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ قال والله ما أشك طرفة عين. موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له إن لمدركوا، لم يشك طرفة عين، قال كلا إن معي ربي سيهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لم يشك عليه الصلاة والسلام. الثالث الأخذ أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يعرض نفسه على القبائل منصوب، لكن أخذا بالأسباب يحفظ يراجع. غير هذا بعض الناس هنا وأخواننا ننتبه، طلب علم ما يمكن يكون بهذه الطريقة اللي نحن عليها هذه الأيام. هذا ما هو طلب علم ترى، إلا من رحم الله، نائم وديوانيات وشاي وقهوة، هذا ما هو طلب علم ترى. طلب علم؟ لا، ما هو طلب علم، ما هكذا طلب السلف. صدق وثقة وأخذ بالأسباب، هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرف لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، اعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق. من ينفق على السلطان؟ قال قطع عنك النفق، قال أموت تشرد يضيع أنا أولادي، هذا شرك أصغر. أو إذا قال هذا سبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، لا يصح أيضا، بثم لا يصح. توكلت على الله فقط عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يصح أن تقول وكلت أي فوضت فلان، يعني أنا أعلى منه مرتبة، يصح. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام والخاص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم حقا أهل إيمان توكلوا على الله لا على غيره. نعم. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لابد أن تكون في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء، تكون في سيرك إلى الله بين، لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب، تجعلهما كجناحي الطائر. نعم. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان، يعني بعض الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. لأن عندنا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. تصبر على أقدار الله، يقدر الله عليك مرض، فقر، ابتلاء، إيش تصنع؟ تصبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه لذو حظ عظيم.
الشيخ يدخل على المريض في المستشفى تكسر والسيارة ذهبت والأولاد والزوجة ماتوا، فيدخل الأخ على المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس طهور إن شاء الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله في قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله ويرضى وسلم، فيرضى وسلم. ويذكر الآيات والأحاديث مثل ذكرنا: من يرد الله به خيرا يصب منه. ويذكر هذا كيف يخرج من عند المريض؟ المريض يحتسب الأجر عند الله يسلي صح؟ أما عندنا بعض الناس يدخل على المريض وش يقول؟ يقول مسكين ما تستاهل وقطعت قلبي وما بلد حيلة. وأنا والله أعرف واحد مثل حالتك خاصة في هذا المستشفى، هذه ليست مستشفى، هذا سفاح، هذا ليس بدكتور، وهذه مقبرة أصلا ليست بمستشفى. والحكومة والله المستعان تتعلم، والآن عندنا كذا وكذا صح؟ كأن يقول له تسخر اعترض على قضاء القدر. عندي طالب من الطلاب قدم في الجامعة وخرجت الأسماء وما قبل، قال والله لم أنم ليلتي طيلة الليلة تذكرك وأقرأ على الباب. يقول إلى الصبح وأنا أبكي، ولكن الصبر مثل اسمه مر مذاقته. يقول هنا أجي الصبح صليت الفجر، يقول على الجامعة الإسلامية، ويقول جيت عند القبول التسجيل قلت أريد أقدم في السنة بعد هذه بعد الأسماء. فهذا أخذ منه الأوراق ونظر فيها وكذا طبق أعطاه، قال أمشي. ليش؟ ما في قبول. مصيبة على المصيبة، يعني لا هذه السنة ولا السنة القادمة. قل وأنا أتذكر. فقال لماذا؟ ما اعترض إلى الآن، إلى الآن الحمد لله يعني ثابت. قال لماذا؟ لماذا لا أقدم؟ قال ما تستطيع تقدم، خلاص انتهى الموضوع. قال لماذا؟ قال إنك مقبول. قال إيش؟ قال مقبول. قال كيف مقبول؟ خرج اسمك، قال اسمك لم يخرج بالخطأ. فالحمد لله. ثمرة إخوان التوحيد تصبر تحتسب الأجر عند الله. لكن البعض ما يصبر، تسخط بلسانه أوف يلهوي يسب يلعن يشتم يكسر صح؟ فحت بالسيارة صحيح؟ كثير هذا. أو المهم، وبعض الناس ما يصبر يرضى، هذا أعلى من الصبر. وبعض الناس يشكر عند المصيبة، هذا أعلى المراتب. عند المصيبة شاكر. كيف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن وطلبوا منه أن يكتب رسالة لأمه. شوف التوحيد الآن، تخيل الشيخ أنك شيخ إسلام وسجنوك ظلما وأردت أن تكتب رسالة لأمك، إيش تقول؟ تقول هؤلاء الحكام، المهم لا يسجل علينا شيء، هذا الحكام فيهم ما فيهم صح؟ صحيح، وأنه كذا وأنا مظلوم ادعي لي وربنا يفرجها صح؟ ودمعتين. كتب بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا وين؟ ها؟ عندنا الناس ما هم مسجونين الآن ويتسخط، كيف لو سجن هذا؟ لهذا قال شيخ الإسلام: المسجون من سجن عن ربه. هذا عرفت المسجون الآن؟ كتب رسالة لإخوانه شيخ الإسلام من السجن، يعني هو في الصحيح مو ليس بإخواني، هؤلاء من؟ طلاب شيخ الإسلام. في أول رسالة ماذا كتب؟ وأما بنعمة ربك فحدث. هذا وين؟ وعندنا كثير مهم في السجن هو يسب في الحكام يسب في كذا. يا أخي رزقك من ها؟ من الله؟
موحد وتوكل على الحي الذي لا، هذا التوحيد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. الرياء نسأل العافية والسلامة من الشرك الأصغر، يسير الرياء وكثير الرياء شرك أكبر، من أخلاق أهل النفاق، سمي بهذا الاسم على التغليل، يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس. المهم علاج الرياء ما هو؟ الأول التوحيد. لو تعلمت التوحيد، حققت تعلمت وعملت ودعوت واعتقدت، ما تبالي بأحد في دين الله، صح؟ اي نعم. الثاني تعلم الشرك ومنه الرياء، تعلم انه شرك لذلك تحذر منه. طيب الثالث الدعاء، فنسأل المنان ان يجيرنا من الرياء مضاعفا اجورنا. الثالث من علاج الرياء، احنا في الثاني، في الرابع. طيب الرابع عدم ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو ترك العبادة. الشيخ الآن يريد يصلي ركعتين أو يقرأ قرآن وقال خاف هؤلاء يمدحوني، ترك القرآن وقع في الشرك، ترك الرياء ودخل الشيطان في باب ثاني. تريد تعمل تعبد أعبد ولا عليك بأحد، لا تبالي بأحد في دين الله، مفهوم؟ تمام. الخامس زيارة القبور، الزيارة الشرعية، صح أو خطأ؟ ها؟ لو ذهبت وزرت القبور زيارة شرعية والله ما تفكر في الدنيا في الغالب، إلا نسأل العافية والسلامة في هذه الأزمنة خلاص ماتت بعض القبور، والله في القديم ما تستطيع ترى قصاص أو يد مقطوعة أو رجل، صح؟ الآن يا رجل نتفرج كل شيء، صح؟ ولا شيء. وبعض الناس يشرب دخان حتى في القبور ويضحك ويمسح، صحيح؟ والله في القديم ما نستطيع القصاص. أيام كان عندنا بعض حين في قصاص تجد الناس يسقط يغمى عليه، اليوم لا، عاد طبيعي كله يصور يا رجل، الآن كله تصوير، والله صدق ما تتبع القلوب نسرعة في السنة. إذن هذا الرياء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء، إذن أنت من باب أول، ولا تفتح باب شر على نفسك. يعني الآن هذا الشيخ الآن لو فتح باب رياء ما قرأ هنا عندي، صح؟ ويقرأ بصوت جميل، قل ما أنا ما أبالي بهؤلاء، أقرأ أصلي بالناس أعلم الناس أريد رضا الله، يأتيني الشيطان لا علي. لو فتحنا باب الرياء لا يطلق اللحية ولا قصر الثوب ولا يطلب العلم ولا يصلي ولا يصوم، ونسأل العافية والسلامة، يوصل الشيطان إلى أين؟ الشرك، كما أحد صلى ولا أحد علم، صح؟ لا تفتح هذا الباب، أغلقه، لا يوجد رياء عندي أصلا وانتهى الأمر. يوجد بالعلاج، لكن هذا من علاج الرياء، أغلق هذا الباب ولا أفتح الباب الثاني، ترك العمل خوفا من الرياء. نعم. الآن ذكر باب خطير جدا أخطر من باب الرياء، قد يرائي في صلاة، قد يرائي في عبادة، يروح العمرة وتصور ونزل دمعتين واستقبل الكعبة، المهم وأصبح الحج والعمرة فيلم سينمائي. والله أخواننا كان عندي في رمضان، أسأل الله القبول لي ولكم، رمضان أنا أذكر لكم هذا بس حتى تعرفوا الموقف. والله يا شيخ أنا ما تمالكت نفسي، رمضان إحنا وفي العشر الأواخر أظن الله أعلم، وفي الفلبين، ودرسي بين صلاة العشاء والتراويح، يعني أفضل أوقات تقريبا تقول. جيت أول ما وصلت نزلت من السيارة، جاني واحد من الشباب الفلبينيين، وأنا ظنيت يريد ايش؟ سؤال فتوى، صح؟ قال بالله صورة، قلت لا، تركته صعدت الى المسجد
أول ما دخلت المسجد هم انتهوا، أنا صليت العشاء الخارج، هم ينتظروني، صلي العشاء انتظروا، مصلى انتظروا الدرس وبعدها صلاة التراويح. دخلت العالم في المسجد، كل واحد بالجوال اللي يصور طق 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 طق. أول ما جلست أنا والله يا رجل طق 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 تسمع بس طق. المهم أنا جلست، والله يا أخوانا أنا يعني الدرس ذهب عني، إيش أتكلم نسيت. هذا مترجم، قلت المترجم ترى ترجم كل ما أقول خلاص يعني والله بعد. فقلت لهم أنا عندي سؤال، أنا مغني، أنا ممثل، يا إخوانا بديت أشك في نفسي والله. نحن الآن ليش جئنا؟ جئنا التصوير؟ لا مانع أن تسجل المحاضرة. هذا يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله من العلماء من يفتي بهذا من أجل نشر العلم. أما تعال صورة تذكار كذا، فأصبحت الآن المحاضرات والندوات والمشايخ للتصوير. شو يسموه هذا من يصور مع بعض؟ المهم سيلفي. وسألت واحد من الشباب يوم قلت إيش السيلفي؟ قال السيلفي هذا طق. أسهل ما يكون. أصبح الآن مشايخ عندنا لهذا، والله صدق أصبحنا التصوير. فقلت لهم أنا مغني ممثل، يعني لماذا؟ قد يكون الطالب سببا لإفساد نية المعلم. من أتى نجي تصوير؟ إذا ما أتي انتهى الأمر. نعم الشيخ. المهم هذا الباب خطير، أخطر من باب الرياء. ما هو قال؟ قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. يريد الدنيا بعمل كيف؟ أيام الاختبارات بعض الناس يصلي وما يصلي وما يسب وتصدق، صح؟ ولا مخدرات ولا دخان ولا شيء حتى تطلع النتيجة وخلاص، خطب سعاد وبدأ يصلي واستغفر يدعو الله يتصدق حتى تخرج الموافقة ومع السلامة، صحيح؟ وبعض الناس صلي بالناس، قال لا والله أخي الأوقاف وقفت المكافأة، قال السلام عليكم. كيف نعرف هذا يريد الدنيا بإيش؟ لأن المرائي قد يرائي، قلنا في إيش؟ في صلاة. لكن هذا لو كان إمام للناس ويصلي من أجر الراتب، إذا كل صلاة وشرك. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ عندنا ضابط واحد، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وأنت حكم على نفسك وحكم على غيرك. يوم يترضى على الأمير لأنه أعطاه الأمير وهذا وقت صرف مكافأة السنوية، ويوم يحصل كذا ولا كذا قال والله الحكومة وكذا، يدرس في الجامعة طيلة السنوات يمدح في الجامعة، إذا تخرج بدأ يسب في الجامعة، نعطيه راضي وإن لم يعط. غضبك ورضاك يكون لمن؟ إذا كان للدنيا، باب من الشرك إرادة المرء بعمله الدنيا. يا أخي انتبه، لا تغضب وترضى إلا لله. عندنا في الدراسة جاني اثنين طلاب متخاصمين، تعرف مشاكل الطلاب ما تنتهي. فالمهم جاء طالب ثالث قال أنا حل الإشكال. قلت تفضل، تعرف إشكال الطلاب ما ينتهي. وجاني هذا طالب كبير في السن قال أنا حل الإشكال بين الطلاب. فقال من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حل الإشكال، صح؟ أي والله خوارج عندنا في هذه الأيام، في كل وقت الخوارج، الغضب والرضا أجر الدنيا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون ذكي، عارف أنه ما يريد المال فقط، يريد المال وإيش؟ منصب، صح؟ لذلك اليوم يقتل خاله وخالته والده وعمه بسبب يعطوه منصب. قال أنت أمير الحجاز والشام يا رجل، هو ما عنده وظيفة أصلاً، ما متعلم، ما عنده ابتداء، فيضحك عليه قال أنت أمير، أمير إيش؟ ونعطيك من الحور العين 10. طب إيش تصنع؟ قال اذبح، اذبح اللي تريد. والله من جد يا أخوان، الغضب والرضا من أجل
الدنيا. نعم. إذن هذا الباب خطير جدا. نعم. كيف نعرفه؟ إن أعطي رضي اللي أعطى سخط. نعم. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. اتخذهم أربابا لأنهم يعني لأنه قدم طاعة هؤلاء على طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية. إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت اعتقد أحسن من حكم الله هذا كافر كفر أكبر. لكن إن اعتقد حكم الله يجب أن يطبق وقدم حكم القوانين لحب الدنيا مثلا هذا كفر دون كفر كفر أصغر على خطأ عظيم لكن لا يخرج من الملة. نعم. قال: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذا أراد أن يبين لك الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. كيف تعرف الإيمان الصادق والكاذب؟ مو حال السراء، حال الشدة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك عني. ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعده قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هناك الصبر، ما هنا لا. واقدح زناد من شئت، يقول ابن القيم. إن هذا إذا غضب كيف تعرف أنه حليم؟ تضربه الآن وترى إيش يصنع. مفهوم؟ أنت لا تنظر له، لا تنظر إليه حال الشدة إيش يصنع. لابد توحيد، يحقق التوحيد في السراء في الضراء. فهذا عند القضية، عند التخاصم خصومة إيش يصنع؟ يحكم الشريعة. هذا أخذ من هذا مال، ذهب هذا للقاضي قال: أريد حقي. قاضي قال: بينة. قال: ما عندي بينة. فالقاضي يقول: هذا امشي. هذا يرضى ولا لا؟ حكم شرعي يرضى ولا بد. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فأنت الآن عند التحكيم حكم الشريعة. ظالم حكم القاضي عليه أنه ظالم، يقول: رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى. ما يقول: نذهب لفلان أو علا. هذا تفسير الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. أبو مسعود غير ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا أبو مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي يضرب على وجهي، فسمعت صوتا من خلفي، يقول: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يا الله، يذكر بمن؟ التفت، من اللي يذكر؟ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بالله، واللي يذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. خلاص انتهينا. مفهوم تحكيم الشريعة. اليوم تقول لي بعض الناس: اتق الله. قال: يا خليك. صح؟ ايه نعم. أخذته العزة بالإثم. الجارية تصب على سيدها، تصب له الماء، سقط الإناء وانكسر على يد السيد وانجرح السيد. خافت الجارية قد تقتل. جارية مملوكة ضعيفة انتبهت فقالت لسيدها، قالت: يا سيدي، يقول الله: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. خلاص ذكرت بمن؟ موحد. خافت انه غدا ننتقم. فقالت: يقول الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. قوم إذا ذكروا بالله تذكروا. هذا الموحد. بعض الناس متخاصم مع أخي، تقول له: يا أخي خلاص. قال: لا،
يا أخي اتق الله. قال لا يا أخي كذا. قال لا صح صحيح. وقال أنا طالب علم ولكن يذكر الإنسان بالله يقول لك كذا وخلاص فوق. المهم نمشي يا طولك. قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا باب مستقل الآن انتهى من أعمال القلوب دخل في قسم جديد وهو أن نؤمن بأسماء الله والصفات. أنت ليس لك أن تقول آمن صدق سلمت أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. أثبت كل ما أثبت الله لنفسه أثبت له أثبت وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وأقام في كل ما نفى الله عن نفسه نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. آمنت صدقت سلمت. لا تسأل لا تقول كيف. قل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يمكن أن الخالق الكامل يماثل مخلوقا الأقصى وانتهى الأمر. نعم. قال باب قول الله الآن دخل في أطول قسم والمناهي اللفظية الفاظ الشركية وهذا يعني كثير جدا ومن حق المؤلف أن يطيل في هذا الكلام لكن ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي. ركز على كفر النعمة من الشرك الأصغر وقليل من عبادي الشكور. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرف النعمة أن من عند الله ينكرها كيف؟ باللسان. من أين لك هذا؟ قال هذا مالي ورثت عن آبائي واجدادي بعرق جبيني بكدي بجدي واجتهادي. نحن أشراف نحن آل البيت نحن كويتيين مثلا أتزعل منه. نعم يقولها نحن غنى أنتم يعني ممكن نحن أشراف. هذا كله كفر للنعم مفهوم. هذا كفر بإيش؟ باللسان. كفر بالقلب يعتقد أن كل ما به من نعمة أنها من الله. هذا توحيد ضد كفر. بالجوارح يصرف هذه النعمة في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم كثيرة الأبواب هذه تتكرر معنا كثيرا الآن. نعم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عباده الشكور. نعم نعم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية بالعبادة. أنداد شبهاء نظراء مثلاء. نعم تصرفون لهم ما يصرف إلا لله. نعم. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. أنت معظم لله إذا حلف لك إنسان بالله إيش تصنع؟ تصدق ولا بد لأنك تعظم. أما لا تقتنع لا إلا إذا كان تعلم 100% أنه كاذب هذا ما تصدق أو يغلب على الظن أنه كاذب. أما يتساوى الأمران يترجح صدقه تعلم صدقه لابد تصدق. فالقضية عندما أخذ منه وحلف هذا يعلم أنه كاذب لكن من أجل أنه يرضى بالحكم الشرعي قال رضيت باليمين لأنه حلف بالله حكم شرعي. إذن هذا اقتنع بالحلف بالله. لماذا؟ لأنه موحد. نعم. قال باب قول ما شاء الله وشئت. قول ما شاء الله وشئت. رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. بماذا أجاب؟ ما شاء الله وشئت أولا الشرك أكبر أو أصغر؟ أصغر وقد يصل أكبر. لو قال لك قائل ما شاء الله وشئت إيش تقول؟ ما شاء الله خطأ. موحد محقق للتوحيد إيش يقول؟ يقول أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. انتبه شوف هنا قال ما شاء الله وشئت شرك أكبر وصار أصل تمام. الإجابة هنا عكس قال جعلت لله ندا أجعلت لله ندا شرك كان يقول له هذا يؤدي للأكبر. وأن الأدلة من الكتاب والسنة وقال السلف أنهم كانوا يطلق على الشرك أن الآيات النازلة في الشرك الأصغر أن تعم الأكبر. نعم أنت تمام. فاحتج عليه بالأكبر على الإيش؟ على الأصغر. الأصل بعد هذا خلاص قال جعلت لنا ندن ك
كان المفروض يقول له قل ما شاء الله ثم لا. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، حمى التوحيد، أغلق كل طريق يوصل للشرك. كان الأصل يقول له قل ما شاء الله، إذن أعلى مرتبة أعلى جواب أن تقول له ما شاء الله وحده. الأقل من هذا ما شاء الله ثم شئت، إذن أغلق النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل للشرك. نعم. إذن لو سألك سائل ماذا ينبغي أن يجيب من قيل له ما شاء الله وشئت؟ أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، أعلى مرتبة. نعم. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر ينقسم، الكلام على الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يعتقد أن الدهر هو المؤثر والفاعل بذاته، الشرك أكبر اعتقاد الجاهلية، وكثير سب الدهر عندنا وفي الأشعار، صح؟ زمن غدار موجود أو لا؟ زمن غدار والبحر غدار ومشي حال، ويوم أسود موجود. إذا يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته هذا الشرك أكبر. وإذا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب وهو الآمر والمصلف للدهر لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، يعني يقول لزوجتي يقول والله أسود يوم في حياتي يوم التقينا، أنا ما أنسى هذا اليوم، مش علاقة اليوم، صحيح موجود. هذا محارب لأنه يعتقد أن الله هو المؤثر لكن يسب لأنه محل الشيء الذي يكره. الثالث خبر محض، هذا يوم عصيب، يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، لا إشكال، خبر محض لا ينوي المدح ولا الذم. الدهر ليس من أسماء الله لأنه لم يثبت لا في كتاب ولا في السنة. ثم هذا اسم جامد وأسماء الله مشتقة، ومن يقول أن الدهر من أسماء الله فقد جعل اعتقاد الجاهلية حق، لأن الله سبحانه وتعالى سياق الآية إنكار على من نسب الحوادث إلى الدهر، وكيف نجعل المخلوق خالقا. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. قال هذا فيه أن المخلوق لا يعترض على الخالق ولا على أوامر الله، وهذه مخلوقات كيف تعترض عليها؟ ومنه سب الريح. حين تأتي ريح إيش تصنع؟ الموحد إيش يقول؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد معه، والمشرك ها إما أن يقول هذه الريح كذا كذا ويسب الريح. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحو، تعدي على جانب الربوبية، قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهان شاه. نعم. قال باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسم لأجل ذلك، يعني احترام اسماء الله ما يمكن عندنا، ما يمكن أن نتسمى بأسماء الله، عندنا أسماء مختصة بالله لا يمكن يسمى بها أحد، الله الرحمن رب العالمين، وعندنا أسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أعلام محض، حكيم بن حزام، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالت امرأة العزيز، هذا اسم فقط، عزيز أين؟ ليس بعزة، هذا مفهوم؟ لكن إن قصد بهذا الاسم الوصف الذي لا يكون لله أبو الحكم منع من التسمي. إذن عندنا أسماء مختصة لا صح التسمي بها إطلاقا، وعندنا أسماء غير مختصة صح التسمي على أنها أعلام محضة لا يقصد بها الوصف، وإن قصد بها الوصف منع من التسمي، مثل الحكيم من الصحابة رضوان الله عليهم حكيم بن حزام، وأبو الحكم منع لأن هنا قصد به الوصف وهناك حكيم بن حزام لم يقصد به الوصف. نعم. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا عليه الصلاة والسلام. إخواننا هذا الباب باب خطير جدا، الكفر كفران، كفر إعراض ما يدخل في الدين مثل أبو طالب، كفر معارض يسب ويشتم مثل أبو جهل أبو لهب، المستهزئ من هذا الباب يسخر، ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ أبي الله وآياته الشرعية وكونية ورسوله كنتم تستهزئون، يا أخي لا تلعب بالكتاب والسنة، لا أحد يضحك. رسائل اللي تأتينا اليوم من يستهزئ ويسخر، نريد نرد على داعش
نرد على فلان على فرقة الضالة، نرد بماذا؟ بالكتاب والسنة، نرد رد سلفي. أما نرد بالسخرية بالاستهزاء بالنكت، لا، هذا ليس طريقة السلف. هذا النكت اللي تردك الآن وتسمعها وبعض الناس يسخر ويستهزئ ويرسل لك دليل ويضحك الناس، هذا استهزاء. انتبه، الذي يسمع السب والاستهزاء إما ينكر أو ينصرف، بقي حكم حكم الساب المستهزئ. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انتبه، مشاهدة القنوات، المقاطع اللي تأتينا، مقاطع الضلال، قال اسمع ماذا يقول الضال فلان في أم المؤمنين. يا أخي اتق الله، بالله لو مقطع في أمك ترسل لي تقول اسمع ماذا قال فلان في أمي؟ اتق الله يا شيخ. إخواننا اتق الله في هذه الرسائل. هي أم أصلا، هي أم المؤمنين، كيف ترسل الرسالة وتقول انظر ماذا قال فلان في عثمان رضي الله عنه، ماذا قال في كذا؟ استهزاء، سخرية، لعب بالكتاب والسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. تخاف تسمع، هذا الموحد. أم عادي يسمع سب، يسمع استهزاء وينقل يرسل رسائل، قال أريد أن تعرف ماذا قال فلان في أم المؤمنين، خلنا أسمع ماذا قال فلان عن أمك، ترضى؟ وبعض الناس محامي دفاع عن من؟ عن من يسب الرب. قال لا تكفر، ها؟ قال مو كافر، كيف قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال سب والله. طب واحد لو يسب والدك الآن، أنا لا أسب هذا الحين، شوف لو ممكن يقوم أو يضربني أو يمشي، صح؟ أما يسب ربك تقول كيف قلبك؟ تقصد ربي أو تقصد رب فلان؟ بالله إيش قصدك؟ يمكن هذا؟ بعض الناس يقول جاهل، هذا جاهل، جاهل إنه سب الرب كفر. إذا ماذا يعرف في الدين؟ إيش يعرف إذا سب الدين كفر؟ ما يعرف. ثم إخواننا الشدة في هذا الباب أثمرت أين؟ عندنا ولله الحمد ما تسمع سب، صح؟ أما في بعض الدول لأنه قال ما في مشكلة، يسب الصغير قبل الكبير، ما يتجرأ والله في هذه الدول ما يتجرأ أحد أن يسب أكرمكم الله نعل الحاكم، صح؟ لكن يسب الرب لأنه ما في إشكال. مسألة خطيرة، انتبه، خاصة طلاب العلم، لا تمزح، نكت، استهزاء، هذا في الخارج بعيد عن الكتاب والسنة، مفهوم؟ خطير جدا. نعم. قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يقولن هذا لي، يعني يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله إني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، لا، ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي، تذل لسانك بهذا. نعم. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. فلما آتاهما صالحا، هذا في بني آدم، لا يمكن أن تكون هذه القصة في آدم عليه الصلاة والسلام. الكلام في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كفر، ولم يثبت شيئا يثبت في أن القصة هذه في آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في ذرية آدم. وهناك من الشرك شرك طاعة وليس بالشرك عبادة، يعني هذا يخرج من عندنا الآن هنا ويأتمر مرأة ينظر إليه، أشرك؟ لا، معصي، أطاع من؟ أطاع الشيطان. صلى الله عليه وسلم الجميع. نعم. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله لا لغيره، الأسماء من السماء أو من السمو، الحسنى البالغة في الحسن أكمل، فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة تتعبد لله بمقتضى الأسماء، سميع تحرص أن الله ما يسمع منك إلا ما يرضى، ودعاء مسألة
تقول يا حي يا قيوم، تقدم الاسم، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. وذروا اتركوا الذين يلحدون يشركون يدخلون فيها ما ليس منها. لا يمكن ان يسب رب العالمين وينكر بعض الناس الصفات. يا اخواننا، ابليس طاغوت راس الطواغيت اقسم بعزه الله، اثبت العزه لله، وهناك ممن يدعي الاسلام ينفي العزه عن الله. ابليس في هذا الباب افضل منه والله. نعم. قال باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، ايش نقول؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، التحيات لله والصلوات والطيبات. ما تقول السلام، لان الله هو السلام، ولا ندعو لشيء بالسلامة إلا هو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. وتخالف الحقيقة، أنت تدعو الله، ما يمكن أن تدعو لله. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. تعليق الدعاء، دعاء معلق، لا، كأنك تقول أنا مستغني عنك يا رب، أعوذ بالله. كيف عندما تقول اغفر لي، أو تقول أنا لا يهمني، تغفر لي أو لا تغفر لي، سيئة. مفتقر تقول اللهم اغفر لي، ليعزم المسألة وتعلم أن الله لا مكره له. مفهوم؟ إذا تدعو أنت موقن بالإجابة، تدعو أنت مفتقر غاية الافتقار إلى الله سبحانه. أما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني تغفر ولا تغفر، سيئة. أو هذا الأمر عظيم ممكن. وبعض الناس تدري ايش يقول عندنا في هذا اليوم؟ يقول يا رب بواب عند باب الجنة. ليش؟ ليش؟ من أين لك هذا الدعاء؟ من أين؟ كأنه إدخالك الجنة أمر عظيم على الله؟ هل دعا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألنا الله نسأله فردوس الأعلى، تسأل عظيم، تسأل كريم. من أين لنا هذه الأدعية يا أخوانا؟ بواب عند باب الجنة وكذا، من أين هذه؟ أنا لا أدري. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، من أين لنا هذه الأدعية يا أخوانا؟ ها؟ كأن هذا قال أنا لا 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 تغير هذا، ممكن لا تستطيع. هذا مو موحد، هذا ما يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. قال خفف، يعني لا تعطيني مصيبة كاملة، أريد نص المصيبة. الدعاء عبادة، وعلمنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذا لماذا الآن نأخذ دعاء فلان وعلان ودعا به؟ نعم. قال باب لا يقول عبدي وأمتي. عبدي إذلال للعبد وتعدي على جانب الربوبية. وأما إيش يقول؟ فتاي فتاتي غلامي. الألفاظ لابد نحقق فيها التوحيد حتى في الألفاظ. مر كرمكم الله كلب، فقال كلب ابن كلب، يأثر، لأنه هذا كرمكم الله كلب، هذا اسمه. أم أذم الكلب؟ لا، فهمت؟ أي ما تقول كلب ابن كلب، ما يمكن، هذا اسمه حيوان، عندنا حقوق حيوان الحمد لله. اي نعم، لا أوسم في وجهه، لا كذا لا كذا، منه هذا. حتى هذا العبد، لا، حتى بلسانك لا يقع منك إذلال للعبد. ما تقول له عبدي، تقول فتاي وفتاتي وغلامي. فهم؟ وتحقق التوحيد حتى في الألفاظ، مع أنه عبد، هذه عبودية رب، لا، حتى لا تتعدى على عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أنهم أصبحوا في هذه الأيام يعبدون غير الله، عبد الحسين وعبد النبي وعبد الكذا وعبد الكذا وعبد الكذا، وغيروا حتى علينا. قال غلام علي، غلام علي يعني عبد علي، لا يلعب عليك. غلام علي يعني لا تشك في هذا طرفة عين، لا تشك، هذا كلام العلماء.
السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجاني، السيد زينب. السيد هنا يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هل بعد هذا تقول السيد البدوي؟ ما يمكن، أدخلوا لك الشركيات في الألفاظ وأنت لا تدري. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد، يعني هذا الذي يقصد عند الحوائج من دون الله، هذا معنى السيد. هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، احذر أن تقول السيد فلان والسيد فلان. أجمعت الأمة أن للحسين رضي الله عنه رأس واحد، صح؟ حسين كم رأس له؟ واحد؟ لا، رأس في مصر، ورأس في الشام، ورأس في العراق، ورأس في باكستان، ورأس الله أعلم فين. أكثر من 5 رؤوس عند رجل واحد يمكن؟ موجود، واقع إخواني، موجود أو لا؟ موجود. بعد قالوا التوحيد خلاص عرفنا. نعم نعم. قال: باب لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ لأن سألك بعظيم. قل لي هذا أسألك بالله. قال: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها وسألته بالله، قال: لقد سألت بعظيم، إلحق بأهلك. فإذا سألك بمن؟ خلاص. إلا إذا كان في ضرر عليك. يعني أنا أقول له هذا أسألك بالله، لا مش سيارة، سيارة أصعب من هذا. أنا مثلا أقول: أعطيني أوراقك الثبوتية، أريد أسافر فيها السعودية وأرجع، في شباب بينهم وخلاص، لا ضرر، صح؟ إيه. أو واحد يجي للشيخ يقول: أسألك بالله، والله مصدع، تعبان، أريد، ما أدري، أنا من 3 دنانير، دراهم ولا دنانير عندكم؟ 3 دنانير، اشتري دخان، والله مصدع، تعبان، والله، الله يرحم والدك، أسألك بالله، تعطيني إعانة؟ على منكر، ما يمكن، مفهوم؟ ولو فتح هذا المجال إشكال. بعد أن ذكر السؤال بالله، أراد أن يبين السؤال بوجه الله. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم أكون منهم يثبتون أن لله وجه حقيقي لك سبحانه وتعالى، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الوجه. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه. لا يمكن تسأل شيئا من أمور الدنيا، يعني ما يمكن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك عثاثا جميلا أثث به منزلي مثلا. لكن إن كان يؤدي إلى الجنة يصح، يقول: اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، يصح، لأن هذا يؤدي إلى الجنة، مفهوم؟ نعم. على القول بصحة الحديث، وبعض العلماء يقول ثبت في بغير هذه الرواية، يعني أحاديث فيها أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. قال: باب ما جاء في اللوم. باب ما جاء في اللوم، يعني اللوم تفتح عمل الشيطان. عندنا استعمالات لوم 6 والأمر لله. كم؟ 6، 4 محرمة و1 أو الخامس يعني فيه تفصيل منه ما هو يعني استعمال لوم محرم وجائز، والقسم السادس جائز. نعتبر المحرمة لو 4 لأن المؤلف أراد بها. الأول اعتراف على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد. أهل النفاق قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء. اعترضوا على ما، على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اعتراض على القدر، لو أطاعونا ما قتلوا، يخرج هذا يحصل له حادث، يقول له: هذا لو سمعت كلامي ما حصل لك حادث. قل: هذا اعتراض على قدر، والله القدر لاحق بي لا محال، وأفر من قضاء الله إلى قضاء الله. عمر رضي الله عنه قدم بالجيش وأراد الدخول إلى الشام، والشام كان فيها الطاعون، استشار الصحابة وعزم أنه لا يدخل، أنه بقي معه من بقي من الصحابة، وهذا الطاعون يعني فتك بالناس، عزم على الرجوع. فجاء إليه رجل قال: يا عمر، أفرارا من قضاء الله؟ قال: أنا أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون الحديث. هذا الثاني. ثالث، بعض الناس يقول لك ها لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه لو تفتح عمل الشيطان محرمة. إيش تقول؟ قدر الله أو قدر الله، يصح قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. الثالث، بعض الناس نسأل عليه السلام يحتج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر، تقول يا أخي ليش تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إما أنما أشرب بقضاء الله. عجيب، أدخل يدك في جيبي وأخرج النقود وقطعها. قال ليش تقطع؟ قال لو شاء الله ما قطعت النقود. صح؟ أو تضربه حتى يغمى عليه، تضربه ها حتى يغمى عليه. إذا أفاق وقال ليش تضرب؟ لو شاء الله ما ضرب. اقتنع اتركه، اقتنع. أنا أقول هذا الكلام باب توضيح بس، لا تضرب أحد. لماذا لا ترضى على النقود على هذا بالإتلاف وترضى هنا؟ هذا القسم الرابع، هذه أنواع أربعة محرمة. الخامس في تفصيل. إنسان الشيخ مثلا يرى فلان من التجار ينفق في طاعة الله، يقول لو أن لي مثل هذا. هذا يتمنى إيش؟ خير. شركاء هذا يشارك الغني في الأجر فوق. أي نعم، لكن ليس كأجر الغني، لأن الغني عنده نية وعمل، وهذا نية. والثاني يتمنى أن يفعل مثل فلان. شركاء في الوسم نصر عليه السلام. هذه لو فيها تفصيل. القسم السادس من أنواع لو، خبر محض. يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعترض على القضاء القدر، مفهوم؟ هذا خبر محض. تقول مثلا لو حضرت هذا الدرس لاستفدت، خبر محض. نعم. النهي عن سب الريح مثل النهي عن سب الدهر، إذا يعتقد أنه مؤثر بذاته. إذا ماذا يقول عند سب عند الريح؟ يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. نعم، هذا الباب والله أخواننا خطير جدا. موحد عندنا الظن بالله قسم إلى قسمين. تظن بالله خيرا، وهذا ظن المؤمن موحد. تظن بالله غير هذا، هذا ظن الكافر والمنافق. فويل للذين كفروا من النار. إما ما يختص بك، بعض الناس يقول أنا المفروض أنا أكون إمام الحرم، صحيح، أو أنا أمير هذه البلاد، أو أنا إمام لكذا، أو وزير الأوقاف مثلا. قدر الله عليك هذا، كل ما يقدر الله عليك خير، فهذا فيما يختص بنفسك. وليش أنا أمرض وفلان ما يمرض؟ وليش أنا عندي كذا وهو ما عنده كذا؟ ولماذا هذا يقول كذا؟ المهم، فمستقل ومستكثر. الثاني فيما يختص بغيره، وقلنا لكم مثال، يدخل على المريض ويقول مسكين ما تستاهل، أو يقترح يقول ليش الجو اليوم برد المفروض يكون حر، صح؟ ولماذا ما ينتصر أهل كذا وهم على الإسلام؟ أعوذ بالله، أصحاب الأخدود آمنوا بالله، أولياء الله هؤلاء، وأعداء الله أولياء الشيطان، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هؤلاء اللي يدخلوا النار؟ من؟ أولياء الله يعذبوا خير، كل الخير. إذا تحسن الظن في الله فيما يختص بنفسك وفيما يختص بغيرك أو في هذا الكون. العلاج، علاج حتى ما تقع في ظن السوء، ظن أهل الكفر والنفاق. إيش تصنع؟ الأول تتعلم التوحيد، تتعلم خاصة باب الأسماء والصفات، حكيم
رحيم سميع بصير حي قيوم. اي نعم. تظن بالله خيرا، ومن تظن وتظن بنفسك عيش السوء. غريب هذا الكلام، ممكن هذا يقوله ابن القيم، لا انا. وظن بنفسك السوء تجدها. ظالم؟ نعم ظالم، ظالم مجرم. تقول عن نفسك هذا؟ في احد ما يقول عن نفسه انه ظالم؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صح؟ ظالم او لا؟ ظالم ونصف. وظن، يقول بنفسك السوء تجدها، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم، تقول انا ظالم مفرط مقصر. وظن بنفسك السوء تجدها، يقول كذاك تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل، ما فيها خير نفسك. وقل يا نفس مأوى كل سوء، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا، كل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. مفهوم؟ يعني غلطانين كثير. قال، قال باب ما جاء في مثل القدر، باب ما جاء في الكفر، بل الكفر الأكبر في من أنكر القضاء والقدر. نعم. قال باب ما جاء في المصورين. نعم. باب ما جاء في المصورين. أخوي انتقل من وين؟ يقول باب ما جاء في المصورين، هذا كتاب توحيد ولا كتاب فقه؟ أعطيته إن شاء الله. كيف يقول باب ما جاء في المصورين؟ إيش علاقة التصوير بالتوحيد؟ يا إخوان التصوير وين نأخذ حكم التصاوير؟ حكم أي فقهاء؟ لماذا أقول إيش أقول؟ ما جاء في المصورين. لا لا، يمكن هذا كتاب فقهي أو في خطأ في النسخة. هات اللي بعدي. سيلة للشرك. لا صحيح. أول شرك حدث في الأرض بشبه التصاوير والتماثيل. واحد، هذا علاقة التصوير بالتمثيل بالتوحيد. الثاني أن التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، فكيف تتعدى على جانب ربوبية؟ عقوبة المصور خمسة نصر عليه السلام، أنه في النار وملعون ومن أشد أو أشد الناس عذابا، يجعل له بكل صورة نفس يعذب به المصور، ويكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. واحدة من هذه الخمسة تجعل هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وجه إرادة المؤلف قلنا هذا لسببين، أول شرك وأنه مضاهاة لخلق الله. نعم. قال من قال أنه كتاب فقهي وأخطأ؟ نسخة صحيحة. نعم إن شاء الله. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، لأنه الآن كثرة الحلف تدل أن ليس في قلب الحالف شيئا من تعظيم الله. تعظيم الله يقتضي تخاف من ايش؟ ان تحلف. بعض العلماء الف كتابا في ايمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ انها يمين قليله، صح؟ والله سبحانه وتعالى قال واحفظوا. كيف نحفظ اليمين؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تحفظ اليمين ابتداء، لا تحلف الا عند الضروره الحاجه. واحد، ابتداء هذا تحفظ اليمين وسط، إذا حلفت تفي قدر المستطاع. تحفظ انتهاء، إذا حلفت ولم تفي تكفر، فإخراج هذا الكفارة دليل على حفظ اليمين. الرابع، يحفظ اليمين بأن لا يحلف إلا بالله، ما يحلف لا بالنبي، بالحياة، حياتي وحياتك وذمتي وفي رقبتي وأمانة، هذا كله حلف بغير الله، صح؟ وتربة أمي ورأس أبي، يعلم الصغار عندنا الآن يحلف كذا، صح؟ وأمانة، أمانة حلف بغير الله، حتى لو قال أمانة، نعم حلف بغير الله، أمانة والمهم وحياتي وحياتك ورأس أمي، المهم هذا كله حلف بغير الله. نعم. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن هو يحذرك الآن في القديم، هنا حذرك حال السراء، الآن قلنا حال الشدة، الآن حرب وقتال بينك وبين الأعداء، وطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله.
فهمت؟ فأنت إيش تصنع؟ تتقي فيهم الله. كفار نعم يحاربوك وخرجوا لقتالك، لكن أرادوا منك ماذا؟ أن تجعل لهم حكم الله. تقول أنا ما أستطيع، لأنه لا أدري أوافق فيهم حكم الله أو لا، لأنه ممكن هذا يقول أنزلكم على حكم الله وما يطبق حكم الله سبحانه وتعالى فيه. مفهوم؟ طيب، لأنه ممكن أنت تنقض الحكم هذا أو الذمة أو أحد من الرعية ينقض العهد، ويكون بهذا نقض عهد الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد منك المؤلف رحمه الله كما أنك في السراء تحكم التوحيد، تحكم حتى في الضراء، حتى من يقاتلك. وأضع السيف على رأسي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول. توقف. ممكن قالها خوفا من القتل. توحيد. نعم. قال باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام يعني هنا أراد التألي، الترفع. والله لا يغفر الله لفلان. وهذا واقع عندنا في هذه الأيام. بعض الناس يقول عن فلان كافر رأس كفر، يقول والله لا يغفر الله لفلان. طيب لو تاب، تاب الله عليه. وهذا أمر بيد المن بيد الله. كأنه هذا يتألى يترفع على رب العالمين. يا أخواننا، كلمة قال كلمة أوبق الدنيا وآخرتها. احذر من الكلمة، كلمة واحدة قال أوبق الدنيا وآخرتها، نسأل الله عافية السلام. نعم. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. يعني هذا جعل الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مرتبة الله. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المعنى صحيح، وكان يعني بعض العلماء من يضعف هذا الحديث. نعم. بعده قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هناك النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد في الأفعال، هنا حمى الأقوال. قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، حتى لا يستجرينكم يستميلنكم يستهوينكم الشيطان. مع أنهم لم يقولوا للحق سيد ولدي آدم نبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيادة مقيدة، لكن السيد الله تبارك وتعالى. ولهذا عندنا العوام لو تقول لواحد سيد يقول سيدك مولاك، عندنا يقولوا كذا، ما أدري عندكم يقول أو لا، يقول سيدك مولاك. الله أعلم عملا بالحديث هذا، لأنه فيه، لأن قال أنت سيد، وقال السيد الله تبارك وتعالى. السيادة المقيدة تصح، تقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فلان سيد بني فلان، يصح لا إشكال. أما السيد الذي كمل في سؤددي، كمل في ربوبيتي، في ألوهيتي، في أسماء وصفاته، هذا الله سبحانه، وهو من معاني الصمد كما قال هذا ابن عباس رضي الله عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حمى الأقوال والأفعال والاعتقاد، لا شك في هذا. مفهوم؟ إذا لابد أن نحمي نحن الأقوال. يجي واحد يقول الشيخ سيد، يقول السيد الله، أو يقول على ما يقول العام سيدك مولاك. مفهوم؟ ما شاء الله شئت وقال جعلت لله أندا، بل ما شاء الله وحده، ما يقول له قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. الآن المؤلف رحمه الله ختم بباب، انتهى القسم الأخير التاسع وما قبل الأخير، وبدأ بالقسم العاشر، ختم بهذا الباب. كأنه يقول لك مهما وحد الإنسان ومهما تعلم وعمل واعتقد وكذا وكذا وكذا، لابد أن يكون في توحيده نقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد وماذا؟ والاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر. إذن هذا سبب من أسباب ختم المؤلف رحمه الله بهذا الباب، كأنه ينبه يقول انتبه موحد، لا تقتر، قد يكون في عملك نقص. مفهوم؟ توحيد مع واحد. الثاني كأنه يقول لك هؤلاء الكفار لم يعظموا الله، يسبوا الله بالشرك، أنت موحد عظم الله، وما قدر الله حق قدره، وأنت مشرك موحد تعظم الله. بماذا؟ توحيد خاص عندنا، توحيد العملي، تعلم الناس التوحيد. كأن يقول لك هذا الكلام.
أو أراد الله أعلم كما بدأ اقتداء بالبخاري أن يختم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى ختم بأي كتاب؟ من يعرف؟ إخواننا كيف أهل السنة وعندنا أصح كتاب بعد كتاب الله وما نعرف حتى الكتب؟ آخر كتاب في كتاب التوحيد، في كتاب صحيح البخاري. نعم الشيخ يقول آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. معنى هذا أن البخاري يقول أن التوحيد آخر شيء؟ لا، هو بدأ بكتاب التوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة للموت. ختم بالتوحيد وبدأ بالتوحيد، بدأ الوحي بالتوحيد. تمام. ختم بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كان يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض. وهذا يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. وقال يا رب أنت عظيم ولا يمكن أن شيء يكون يرتفع في هذه الدنيا إلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. إخواننا هذا شرح مختصر لهذا الكتاب المبارك. نحن والله بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. لا يكفي العلم، لابد نتعلم، نعمل، ندعو. تطبيق العمل لكتاب التوحيد هذا المهم عندنا. الخلل نسأل العافية والسلامة كثير. اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الأزمة، حكمة أرادها الله. والله سبحانه وتعالى لا يختار لعباده إلا الخير. فأنت في هذا الزمن يا أخي تعلم، علم، حقق التوحيد، ادعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى بكل ما أعطاك الله من قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم التوحيد. والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى الصحابة والسلام. كم ساعة أخذنا؟ ساعتين. كم الساعة؟ ساعتين وربع. ساعة كم الآن؟ 11:20. إحنا متفقين مع الشيخ الأثنى. لا الكتب عندنا أسئلة. نعم. أولا تعطينا، يعطي من اللي وعدناه بالكتاب؟ من الكتب؟